بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير. من امبارح للنهارده ناس كثيره جدا تكلمني في التليفون، اهلاويه وغير الاهلاويه. الاهلاويه الاكثر طبعا بيكلموني مبسوطين من حلقه امبارح ومن اللي احنا عملناه واتكلمنا فيه في بدايه الحلقه. واما غير الاهلاويه الحقيقه فهم يعني بيقولوا لي خف شويه. طب انا بس عايز اسال سؤال، اخف شويه عن ايه؟ ماذا حدث في انترو البيت الكبير امبارح؟ ولا حاجه. احنا قلنا في ناس كانت طالعه تزعق لبعض من الجمهور، واحنا طلعنا قلنا لهم يا جماعه، وبيقولوا النادي الاهلي ما بيتظلمش، او انا اسف جدا النادي الاهلي بيتريقوا ان النادي الاهلي مظلوم. مش انا اللي بقول، هم اللي قالوا ثلاث او اربع مذيعين، وقالوا ايضا ان الامور كلها ان النادي الاهلي ما بيتظلمش، وان النادي الاهلي ده نادي جبروت، وان النادي الاهلي ده بياخد كل البطولات، وان النادي الاهلي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب احنا لما طلعنا قلنا ايه امبارح؟ قلنا يا جماعه النادي الاهلي بيتظلم لانه في حاجات بتحصل، واحد اتنين تلاته، واستشهدت بمباراه واحده بس، واحده بس اللي انا استشهدت بيها، هي مباراه غزل المحله. مباراه غزل المحله اللي اتغلب فيها النادي الاهلي 1-0 وخسر ثلاثة نقاط هامة جدا في طريقه للدوري العام رقم 43. فأنا استشهدت بمباراة واحدة. فالنهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم معاهم في النقطة دي تحديدا. خلاص؟ وقالوا برضو إن يعني ما تسيبوا لنا يعني إيه نسيب حاجة؟ نفس الكلام اللي أنا هقوله امبارح أو اللي أنا قلته امبارح هقوله النهاردة، يعني إيه أسيب لحضرتك حاجة؟ معلش حضرتك فهمني. واحدة واحدة كده معايا وقول لي أعمل إيه؟ إيه اللي مطلوب مني إن أنا كنادي أهلي، مش مني أنا إسلام يعني، لكن إيه اللي مطلوب من النادي الأهلي علشان بقية الجمهور غير الأهلوية يبقوا مبسوطين؟ على فكرة ما عنديش مشكلة إن أنتوا تتبسطوا، بس مش على حسابي. محدش يعمل حاجة على حساب حد. أنا حضرتك كفريق هشوف شغلي، هجتهد جوه الملعب، عايز أكسب، أكسب في الدقيقة 95، أكسب في الدقيقة 98، أكسب في الدقيقة الأولى، أكسب في الدقيقة العشرة، هكسب إن شاء الله بمجهودي وبعرق جبيني. لكن ان انا يعني ايه اسيب؟ انا الحقيقه مستغرب جدا، حتى الناس اللي بتكلمني يعني ده مقتنعين بالكلام ده يا جماعه. في ناس مقتنعه وهي بتكلمني بتقول لي يا عم اسلام يعني ما ايه انتوا يعني عاملين كده ليه؟ يعني ايه عاملين كده ليه؟ انا عايز اكسب النادي الاهلي عايز يكسب بطوله رقم 43 و44 و45 و46، يا رب كل سنه نكسب كل حاجه. مش الدوري بس، دوري وكاس افريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي وكاس عالم، ينفع لو ينفع ناخده هناخده وكل حاجه. فانا الحقيقه مش متصور المنطق اللي حضراتكم بتكلموني بيه. وبعدين احنا دايما قلنا لحضراتكم قبل كده ان احنا لما بنيجي نرد بنرد باخلاقنا وبطريقتنا وباسلوبنا وبمبادئ النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي. احنا عندنا سياسه عامه من اول رئيس النادي لغايه اصغر حد في النادي. بنشتغل على هذه السياسه. فايه المطلوب مننا؟ المطلوب ان احنا كاعلام النادي الاهلي او كقناه النادي الاهلي ان احنا نتكلم عن كل ما يحدث او كل من يشكك في النادي الاهلي او مجلس ادارته او جمهوره او لاعبيه او جهازه الفني. وده اللي احنا بنعمله. ودايما بنقول لحضراتكم الاخبار وبنقول لكل الناس اللي طبعا انا بوجه كلامي دلوقتي لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، هم بالمناسبه بيقعدوا يتفرجوا علينا كتير لان ساعات بيبقى بيقتنعوا بالكلام اللي احنا بنقوله لانه بيلاقوا ان كلام مقنع وكلام منطقي. لما بيروحوا يتفرجوا بره يلاقوا الناس عماله تقول اي كلام، مجرد كلام بيتقال وخلاص. فبيقول لك طب نروح نشوف الناحيه الثانيه، يروحوا يشوفوا النادي الاهلي قناه الاهلي يقتنعوا بالكلام. احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل وبالحسابات وبالحقائق وبالارقام. ما بنتكلمش واحد طالع يتكلم وخلاص ويطلع يقول كلمتين ويقعد يعمل وبتاع، لا ما عندناش الكلام ده. لما بنيجي نقول قلنا النادي الاهلي رقم 25 في العالم، مش انا اللي قلت، الموقع نفسه هو اللي قال هذا الكلام. فانا مش ذنبي يا جماعه ان كل ده بيحصل، انا كنادي اهلي مش ذنبي ان كل ده بيحصل، ومش ذنبي ان انا مجتهد وان انا عندي مجلس اداره محترم وعندي وعندي وعندي. الكلام ده انا قلته امبارح، لكن انا الحقيقه مستغرب جدا من كميه المكالمات اللي جات لي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ومقتنعين ان احنا لا يعني لا ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا عم اسلام بقى، يا عم اسلام اهدى شويه وخف شويه بقى على بقيه الانديه.
احنا ولا بنتكلم على حد ولا لنا علاقة بحد. لما حد، وبالمناسبة احنا شغلنا ان احنا ننور امور قد تحدث خلال الفترة اللي جاية. يعني مثلا شهر 8 ده هو شهر المطبات بالنسبة لاتحاد كرة القدم. ليه؟ لانه كل الاندية، مش انا اللي هقول الكلام ده، هتشوفوا حضراتكم بداية من اول 8 ايه اللي هيحصل مع ضغط المباريات، ومع ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة في مباراة الساعة 1 منتخبنا الاولمبي ضد منتخب الاسترالي الاولمبي. ان شاء الله لو ربنا كرمنا يبقى احنا اللي بيتقال ان مصدر طلع قال، ان مصدر من اتحاد كره القدم طلع قال ان لو ده حصل احنا هنكمل، مش هنكمل، هنأجل المباريات لان احنا في الاسابيع الاخيره وبالتالي كل الانديه تحتاج الى لاعبيه. وده تمام، يبقى اختيار موفق جدا جدا، وبنشكر اتحاد كره القدم على هذا الاختيار ده لو حصل. انا ده مصدر او معلومه جات لنا يعني. فانت عندك في شهر 8 مشاكل كتيره جدا جدا جدا. هل سنلتزم بالجدول المعلن ولا هيبقى فيه كده وكده؟ مش عارف يعني. هل احنا عندنا جدول معلن؟ جدول المعلن ده بيقول ان الاهلي هيلعب يوم 2 مع كذا ويلعب كذا وكذا وكذا لغايه يوم 12. طيب بقيه الانديه، نادي الاهلي التزم وسيلتزم ودائما بيكون ملتزم الا اذا لو حد جار على حقه يعني. ولكن طالما هناك اتفاق ما بين النادي الاهلي واتحاد كره القدم بينظر في النادي الاهلي مع الاتحاد لمصلحه مصر، اذا هننفذ الاتفاق ده. النادي الاهلي بينفذ اتفاقه، قال لك خدنا من عندك 6 لعيبه يبقى هننفذ اتفاقنا ونخلي اللعيبه يلعبوا مع منتخبنا الوطني الاولمبي، وفي نفس الوقت احنا هنلعب ماتشات الدوري عشان ما نزنقش حد. النادي الاهلي وافق على هذا الموضوع وبالتالي يتحمل هذا الموضوع، ما عندناش مشكله، لان في الاخر هي مصر، هي مصر اللي احنا بنتكلم عنها. ولكن لما تيجي بقى تبص لبقيه الانديه اللي مريحه بقى لها فتره طويله جدا وعايزه يتاجل لها ماتشات، يعني في انديه طلبت في بيان رسمي واتقال ان هي مش هتلعب المباريات القادمه، او مباراه اسوان في الكاس للزمالك قال ان هو مش هيلعب مباراه اسوان في الكاس، مع ان اتحاد كره القدم حاططها في الجدول. هل ده هيحدث ولا مش هيحدث؟ هنشوف يوم 9 او قبل يوم 9 المفروض يعني، ولكن هننتظر. عشان كده احنا بنعلم وبنقول وبنوري وبنفتح وبنولع نور، بنضيء نور علشان الناس بس تبقى فاهمه ايه اللي ممكن يحصل والقصص اللي بتحصل ورا المواضيع. في حاجات ما بنقولهاش صراحه ولكن دايما بنتكلم مع حضراتكم فيها. فانا دلوقتي بشوف ان احنا بنؤدي دورنا اللي احنا بندافع عن النادي الاهلي، ولكن كل واحد بيتكلم بطريقته وكل واحد بيتكلم باسلوبه. فاحنا ان شاء الله، او قلنا لحضراتكم من امبارح ان من الممكن ان نادي الزمالك هيلعب يوم 3 ويوم 6 في اسكندريه، فهو عايز ياجل ماتش اسوان يوم 9، او هو نادي الزمالك ومجلس ادارته له الحق تماما ان هو يدافع عن مصالحه. انا ما بتكلمش على نادي الزمالك، لكن انا بتكلم ان هو نادي الزمالك الكيس الوحيده او القضيه الوحيده اللي موجوده دلوقتي، ان نادي الزمالك طلع بيان وقال لك انا مش هلعب ماتش اسوان. خلاص؟ طيب، ونادي الاهلي هيلعب يوم 3، انا اسف يوم 2 ويوم 5 ويوم 8 ويوم 12. اذا هناك اختلافات هنا بتخلينا نقدر نبص للموضوع بقى من زاويه ثانيه، هو ليه بيحصل كده؟ طيب، هل ماتش اسوان هيتاجل ولا مش هيتاجل؟ هل اتحاد كرة القدم سينظر لهذه المباراة، مباراة أسوان في الكاس مع نادي الزمالك مع أسوان، إن هو هيأجلها له ولا لأ؟ معرفش. اللي عندنا جدول بيقول إن في مباراة لنادي الزمالك يوم 9. فلو سمحت نلتزم بجدولنا، نشوف الجدول ماشي إزاي، والنادي الأهلي التزم بجدول المباريات تماما. العب كل 3 أيام مباراة، حاضر هلعب كل 3 أيام مباراة. العب كل 10 مفيش مشكله، هنستنى ونلعب. هتلعب من غير لعيبتك، حاضر هنلعب مفيش مشكله خالص. وبالتالي النادي الاهلي يساعد في استكمال الدوري بكل الطرق اللي عايزها، اللي حضراتكم عايزينها بكل الطرق. طب هو في ايه؟ لازم نتكلم عن عشان كده انا بقول لحضراتكم ان شهر 8 ده هيبقى شهر مختلف، هيبقى في شهر فيه ازمات كثيره جدا، لكن ننتظر لمباراه بكره ان شاء الله. ربنا يكرمنا، يكرم منتخبنا الاولمبي في مباراته بكره ان شاء الله. ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا احنا هنصعد الى الدور التالي، وبالتالي
هيبقى عندنا تأجيل لنهاية الدوري مرة أخرى. فده هنبدأ نتكلم فيه تاني، هل ستتم المؤجلات؟ تأجيل التأجيل 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 اسمه، يعني حاجات مؤجلة اتأجلت وبعدين اتأجلت تاني وبعدين اتأجلت تالت. فأنا الحقيقة بستغرب جدا من المنطق اللي بعض من بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيكلمنا بيه. وبيكلمني يعني وهو يعني بقى ما خلاص بقى ما انتوا خدتوا بطولتين افريقيا، عايزين ناخد بطولتين كمان بالمناسبه يعني، وعايزين ناخد دوري تاني، وعايزين ناخد كاس تاني، وعايزين ناخد افريقيا تاني، وعايزين وعايزين كل ده عايزين نعمله تاني. فمن فضل حضراتكم ركزوا، كل واحد يركز في 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 ورقته، كل واحد يبص في ورقته كده ويشوف الورقه بتقول ايه، لانه الفتره القادمه هي فتره صعبه على جميع الانديه من اول النادي الاهلي لغايه كل الانديه لغايه المركز الاخير في جدول الدوري العام المصري، لانه المباريات هتبقى كل 3 او 4 ايام بالنسبه لبقيه الانديه. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كل يومين ونص 3 بالكتير بيلعب مبارياته وما عندوش مشكله، بيوافق على هذا الموضوع. لما بتشوفوا بيتسو موسيماني وهو بيتكلم في المؤتمرات الصحفيه بيقول لك انا مش من المدربين اللي بيقولوا اعذار، مش من المدربين اللي يطلعوا يقولوا ان انا عندي 6 لاعبين في المنتخب الاولمبي، مش من المدربين اللي بيقولوا ان انا كل يومين 3 عندي مباراه وبالتالي وعندي 6 لاعبين مسافرين فبالتالي ده بينقص من فريقي، ولكن ما عنديش مشكله، انا من المدربين الواقعيين. هو بيقول كده، انا عندي ماتش يوم الخميس، عايز العب ماتش يوم الخميس واكسبه بمجموعه اللاعبين والنجوم اللي موجودين معايا. والحمد لله بنك الاهلي تعادلنا النهارده او المباراه السابقه امام الانتاج الحربي كسبنا في الدقائق الاخيره، ربنا يكرم في المباريات القادمه مباراه اسوان ومن بعدها بقيه المباريات ربنا يكرمنا فيهم واحده واحده كده علشان نقدر ناخد الدوري رقم 43، لان هو ده النادي الاهلي دايما ما بيفكرش غير في رقم واحد في الدوري العام بس، مش في حاجه ثانيه. فالحقيقه منطق غريب الناس بتتكلم بيه، وانا الحقيقه معلش انا اسف مش هقبل المنطق ده، انا عمري ما هقبل المنطق ده ولا جمهور النادي الاهلي هيقبل هذا المنطق اللي حضراتكم بتتكلموا بيه، اللي هو بعض من لا يشجع النادي الاهلي. يعني جمهور الاهلي مش هيقبل بهذا المنطق ولا اي حد هيقبل بهذا المنطق، لانه حتى منطق غير رياضي وغير اخلاقي، يعني غير رياضي وغير اخلاقي، فمش هقدر اتكلم فيه. فبعد اذن حضراتكم خليكم يعني كل واحد يخليه في فريقه، كل واحد يركز في فريقه، واحنا دايما حضراتكم شايفين احنا دايما بنكون رد فعل لما يحدث من تشكيك في اداره، في جهاز فني، في لاعبين. قال لك طالعين ماسكين حسين الشحات وبواليا الفتره اللي فاتت، مش عايز اقول لحضراتكم عاملين فيهم ايه، يعني مقطعينهم في كل حته. خلاص حسين الشحات نزل جاب جون، وبواليا نزل جاب حسين جاب التعادل، وبواليا جاب المكسب. ايه؟ ما سمعناش، ما سمعناش حاجه من الكلام ده. وخلي بال حضراتكم اللي انا بقوله اليومين اللي فاتوا ده على مباراه الاسماعيلي يوم 12 والزمالك ابتدى يتكرر، ولو حضراتكم واخدين بالكم ابتدى يترمي في الصفحات وابتدى يترمي على المواقع وابتدى يترمي هنا وابتدى يترمي هنا. الموضوع ده احنا عارفينه من اسبوع تقريبا او من 10 ايام، فعشان كده بنطلع نقول مش هينفع يحصل كده. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل، ادينا مستنيين وموجودين واحنا معاكم كل يوم، كل القناه بتتكلم في هذا الامر من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 2 بالليل. فاحنا قاعدين ومستنيين هنشوف ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه، لان الحمد لله كل اللي بنقوله زي ما حضراتكم شايفين قلت لكم هيترمي الفتره الجايه، ان مباراه الاسماعيلي ما تتلعبش في اسكندريه وليه كذا وليه كذا وليه كذا. مش هتبقى القعده كلها في اسكندريه زي ما كان الاستاذ عصام شلتوت كان بيقول لك الدوره الصيفيه ونلعبها دوره صيفيه. فادينا مستنيين وهنشوف، والله الجدول مشي شكرا لاتحاد كره القدم، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر. جدول والنادي الاهلي ملتزم بيه وبقيه الاداه يجب ان تلتزم بهذا الجدول حتى نهايته، لغايه لما نشوف بس بكره مباراه منتخبنا الاولمبي ضد منتخب الاسترالي ايه اللي هيحصل فيها، وبعد كده نبتدي نقرر ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. طيب قبل ما نتكلم عن الاولمبيات وماذا يحدث في الاولمبيات، خلونا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي وكيفيه الاستعداد لمباراه اسوان. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. أغلق
أطلق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صفحة مباراته مع الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-2 يوم أمس الأول في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك من أجل التحضير لمباراته ضد أسوان بعد غد بنفس المسابقة. ويخوض بيتسو موسيماني ورفاقه المباراة بهدف تحقيق الفوز على أبناء الجنوب من أجل القبض على نقاط المباراة كاملة لاستعادة صدارة الدوري والفوز بالدرع السادس على التوالي والثالث والأربعين في تاريخه. وبدأ الجهاز الفني رحلة استكشاف فريق أسوان الذي سيواجهه في السابعة من مساء بعد غد باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 من مسابقة الدوري. وعكف محللو الأداء بالنادي الأهلي على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع خطة المباراة. وخلال مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين شرح خلالها الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم، كما تحدث عن طرق تصحيح هذه الأخطاء لتفاديها في المباريات المقبلة والتي لا تقبل القسمة على اثنين. ويدخل المارد الأحمر مباراته المقبلة أمام أسوان مفتقدا 6 لاعبين هم محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، إلى جانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث. طيب خلينا بقى نروح لأخبار النادي الأهلي. إيه اللي حصل النهاردة في النادي الأهلي؟ الحقيقة تفاصيل المران زي ما حضراتكم سمعتوا، النادي الأهلي بيستعد لمباراة أسوان يوم الخميس القادم. كيفية الاستعداد وإيه اللي بيحصل في المباراة؟ النادي الأهلي طبعا بياخد تمرينه زي ما حضراتكم شايفين، دائما بتكون البداية بالمحاضرة، محاضرة بيتكلم فيها بيتسو موسيماني مع بقية اللاعبين عن المباراة السابقة وما يليها من مباريات. يعني هو اتكلم اكيد على مباراه الانتاج الحربي وايه الاخطاء او ايه السلبيات اللي موجوده فيها وايه الايجابيات اللي حصلت في مباراه الانتاج الحربي، ثم ربنا يكرمنا في مباراه اسوان وايه اللي هيحصل بقى في مباراه اسوان. ودي دائما اللي بيحصل، دائما بيتسو موسيماني بيبدا مرانه بهذا الشكل، بيبدا مرانه بهذا الشكل بمحاضره فنيه يتكلم فيها عن كل هذه الامور. طيب المحاضرة، بعد المحاضرة حصل ايه؟ بدأ التمرين، ثم بعد بداية التمرين الحقيقة كان في تقسيمة قوية جدا ما بين الفريقين في النادي الأهلي. كل واحد بقى بيبتدي يلعب في مركزه زي ما حضراتكم هتشوفوا كمان شوية. بدأ التمرين بيبدأ دايما بلفتين ثلاثة خفاف، وبعدين تلعب 5 على 2، وبعد كده الجزء الفني اللي بيعتمد فيه بيتسو موسيماني على كل اللاعبين. الحقيقة بيلعب تقسيمة، بيعمل جوه التقسيمة بيعمل بعض الجمل اللي بيحاول ان هو يتم تطبيقها في المباريات. خلي بال حضراتكم احنا ناقصين 6 لاعبين، وبالتالي عشان كده تحسوا ان اللعيبة اقل يعني. ولكن عمل بيتسو موسيماني بعد المحاضرة تمرينة خفيفة كده، بيبقى 5 على 2 زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده قاسب تقسيم عشان يعمل بقية الجمل اللي بتتعمل في التقسيمة. على الجانب الاخر كان في تدريبات لحراس المرمى الرباعي، حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء واحمد طارق، تدريبات قويه الحقيقه تحت اشراف يانكم ميشيل مدرب الحراس اللي ماسك الاربع حراس الحقيقه، لانه زي ما حضراتكم عارفين محمد الشناوي بيلعب مع منتخبنا الاولمبي، علي لطفي بدا يلعب المباريات الحقيقه ماشي بشكل جيد معقول، هيبتدي يتدرج في المباريات خلال الفترة القادمة. عندنا مباراة أسوان، وبعدها إن شاء الله نتمنى أن منتخبنا الأولمبي يصل إلى الدور التالي، وبعد كده نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. وليد سليمان كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي أيضا بيتم تأهيله، تدريبات عمل تدريبات تأهيلية حقيقة على هامش المران. زي ما حضراتكم عارفين التمرينة بتبقى حاجة خفيفة كده، لأن وليد الحقيقة يعني كان قدامه من 10 ايام او من اسبوع، كان لما كان معانا هنا قال ان هو قدامه اسبوعين، وبالتالي هو عدى اسبوع ان شاء الله، فاضل له اسبوع وينضم الى التدريبات الجماعيه في النادي الاهلي، وان شاء الله وليد سليمان يرجع ويرجع افضل من الاول بكتير، لان اللاعبين ان النادي الاهلي يحتاج لوليد سليمان.
وليد سليمان زي ما قلت لحضراتكم بعد كده دخل الجيم، عمل شويه تمرين في الجيم وبعد كده طلع يجري على خفيف، والدنيا الحمد لله الحمد لله افضل كتير جدا مع وليد سليمان. ان شاء الله وليد سليمان يعود في غضون 10 ايام. طبعا كعاده لعيبه النادي الاهلي والشكل اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي مع اي حد عنده عيد ميلاد، عيد ميلاد موسيماني احتفل بيه لعيبه النادي الاهلي امبارح زي ما حضراتكم شايفين، وفي غرفه خلع الملابس وجابوا له تورته كبيره الحقيقه، واحتفلوا بعيد ميلاد موسيماني رقم او سنه 57، اصبح عنده 57 سنه بيتسو موسيماني زي ما حضراتكم شايفين. اجواء رائعه الحقيقه بنشوفها ما بين لعيبه النادي الاهلي ومديرهم الفني زي امبارح في الفرح حمدي فتحي وهتكلم عنه بعد شويه، ولكن اجواء جميله جدا جدا ما بين كل اللاعبين وجهازهم الفني وجهازهم الاداري الكل الحقيقه. او مين اللي بياكل كهربا؟ اكيد كهربا اللي بياكل بيتسو موسيماني ولا ده ديانج؟ مفيش مشكله كلهم واحد طبعا. الكل بعد او قبل بدايه المران بيسلم على بيتسو موسيماني 57 سنه، نتمنى له يا رب دوام الصحه والعافيه، ان شاء الله يبقى كويس كمان في المباريات خلال الفتره القادمه. الحقيقه حاجه غريبه جدا، وانا سعيد جدا بالشكل اللي انا شفته، سعيد جدا بظهور حمدي فتحي. انا الحقيقه ما كنتش اعرف، انا كنت اللي انا عارفه ان انا كان حمدي هياخد يومين او ثلاث ايام وينزل بعد مباراه اسوان، ولكن فوجئنا النهارده الحقيقه بوجود حمدي فتحي في الملعب. ايه الجمال ده؟ فجاه كده لقينا حمدي فتحي موجود. حمدي فتحي ايه؟ حمدي فتحي اللي كان بيتجوز امبارح بالمناسبه. اهو امام حضراتكم ده كان لابس بدله، وكانت كل معظم هؤلاء اللاعبين كانوا موجودين او كلهم كانوا موجودين في فرحه، وهم بيهزروا معاه ايمن اشرف وعلي ومحمود وربيعه وكل الناس بتهزر معاه، لان المفروض هو دلوقتي قاعد في مكان على البحر وقاعد بيتفسح ومبسوط وشهر عسل بقى. لكن هو الحقيقه من الواضح ان كان هناك اتفاق على انه يتم الحفله امبارح والنهارده يكون متواجد في التمرين، فالحقيقه كانت مفاجاه للجميع وجود حمدي فتحي في تمرين اليوم، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين قد ايه الناس مركزه في المباريات، والناس عايزه تكسب، الناس عايزه ما عندهاش اي مشكله في اي حاجه خالص غير شيء واحد فقط، وهو ان احنا ازاي نكسب النادي الاهلي الدوري رقم 43، وهنفضل نقول الكلام ده كتير. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع هنتكلم عن اخبار بعثتنا الاولمبيه، وهنحاول نجيب لحضراتكم تليفون من هناك نعرف اهم واخر الاخبار. خلينا نطلع نشوف نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اخبار البعثه المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه. الحقيقه خلينا نبدا دائما بكره القدم. كره القدم غدا ان شاء الله في تمام الساعه الواحده ظهرا بتوقيت القاهره منتخبنا الوطني الاولمبي سيلاقي منتخب استراليا. الحقيقه وضع منتخبنا الاولمبي على فكره الوضع مطمئن، يعني لو ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب بكره سنصعد مع المنتخب الاسباني اذا فاز او تعادل مع المنتخب الارجنتيني، سنصعد الى الدور التالي في هذه البطوله، وده يعتبر انجاز جيد لمنتخبنا الاولمبي، على الرغم ان احنا كلنا حتى لما بنيجي نتكلم عن اداء منتخبنا الاولمبي في المباراه الاولى كان اداء دفاعي، في المباراه الثانيه في المباراه الاولى امام اسبانيا كان اداء دفاعي، في المباراه الثانيه امام الارجنتين كان الاداء معقول افضل من المباراه الاولى. نتمنى ان شاء الله ان احنا بكره ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ويقدر الكابتن شوقي غريب يحرر لاعبيه من الشكل الدفاعي اللي احنا شايفينه، لان احنا عندنا مجموعه لاعبين جامدين جدا مع منتخبنا الاولمبي. الحقيقه طبعا كان ينقصنا مصطفى محمد، ينقصنا لو محمد صلاح كان ليفربول وافق اعتقد كانت الامور هتبقى ليها شكل اخر، لان اللاعبين لما يشوفوا مصطفى محمد لاعب نادي جلطة سراي ومحمد صلاح لاعب نادي ليفربول اعتقد الامور بتختلف، خصوصا مع محمد صلاح تحديدا، يعني لانه احنا من وجهه نظري ان اللي بيحصل مع منتخبنا الاولمبي ده تبص عليه في الناحيه الهجوميه، الناحيه الهجوميه عندنا فيها بعض المشاكل، لكن ان شاء الله بكره تتحل ونقدر نكسب. خلينا طب نروح نعرف اخبار البعثه المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه. زي حضرتك يا فندم، واولا اسفين ان احنا صحينا حضرتك، انا عارف ان الساعه 5 ولا 5 ونص الصبح في اليابان، وبالتالي انا يعني اولا اسفين، وثانيا بشكر حضرتك على وجودك معانا. الله يخليك، صباح الخير للشعب المصري كله،
ألف مبروك لمصر الميداليتين بتوع امبارح، بتوع هدايا ملاك وسيف عيسى. سيف عيسى. طيب خلينا نبدأ بأخبار البعثة يا فندم بشكل عام، والناس كلها كانت مبسوطة جدا جدا امبارح بالميداليتين سواء هدايا أو سيف، ولكن هل من المتوقع، أنا عارف إن حضراتكم عندكم توقعات جيدة خلال الفترة القادمة، هل من المتوقع أن تحدث أي أمور أخرى من ناحية الميداليات يعني؟ طبعا طبعا، احنا مصر بلد كبيره، احنا حطينا اهداف واضحه لنفسنا. اكبر عدد من لاعبين اللاعبات بتتحقق 133 لاعب لعبها، تاهلوا اكبر فرصه في تاريخ مصر في تاريخها الاولمبي افريقيا ومصريا وكل حاجه. اكبر عدد من اللاعبات 23 لعبه اولمبيه، عايزين نحطم الرقم اللي هو اكبر عدد من الميداليات في دوره واحده اللي هو خمسه، اللي هو اتحقق في 28 امستردام و36 برلين اخر مره في اثينا 2004. ده اهداف احنا حاطينها لنفسنا، انما الرياضه ما فيهاش كبير الحقيقه، دي كلها امنيات الحقيقه. انما ماشيين عليها بشكل جيد. الحقيقه كان ممكن يبقى سهل جدا لولا ايقاف رفع الاثقال سنتين، اللي كان فيه ميداليتين مضمونتين الحقيقه لمحمد ايهاب وساره سمير، لعبه رقميه واضحه وصريحه الحقيقه. فده كان يؤدي الحقيقه اللي احنا قلناه قبل السفر، ان احنا المنطق بيقول ان احنا نجيب من ثلاث الى اربع ميداليات. لو عملنا اكتر من كده وتوفيق كبير عند ربنا، اقل من كده مش هنبقى قاضيين عن نفسنا. احنا حققنا اثنين دلوقتي، لسه عندنا القوه الضربه بتاعتنا في نهايه الاولمبياد في اخر ثلاث اربع ايام، ودي جايه في الكاراتيه والمصارعه والخماسي الحديث. الكاراتيه عندنا ثلاث فرص الحقيقه، علي الصاوي وجانا فاروق وفريال اشرف. عندنا في المصارعه كيشو وعبد الوهاب منيع، عندنا في الخماسي الحديث احمد اشرف او احمد اسامه الجندي. عندنا فرص حقيقه جيده، عندنا برضه فرص قادمه ايهاب عبد الرحمن لو جاب ارقامه هيبقى منافس. عرابي الوضع كويس الحمد لله، هيبدا النهارده ببطل انجلترا في دور 16 لو كسب، وكسب الماتش اللي بعديه هيضمن لنا ميداليه برضه. عندنا فرص، عندنا الفروسيه لسه واصل امبارح برضه فرص، وده بقى سريع الحقيقه. كل ده يؤدي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان تركي تبقى وش السعد، ونقدر نكسر رقم خمسه ونحقق لمصر حاجه كويسه ان شاء الله. باشمهندس، برضو خلال الفتره السابقه كان دايما الكلام على ان هل كان الاعداد جيد عشان نصعد بهذا الشكل؟ يعني احنا عارفين طبعا ان كان الفتره اللي فاتت كان فيها كورونا وفيها مشاكل كثيره جدا جدا تخص هذا الوضع، مش في مصر بس ولكن في العالم كله. هل بتعتبر اللي احنا بنعمله ده انجاز جيد؟ طبعا في الظروف اللي موجوده انجاز اكثر من رائع، لما تحقق اهدافك كلها خلاص في ظروف صعبه زي الكورونا. بس انا بقول دي شماعه الكورونا، يعني المفروض احطها كده على جنب. أيوة فندم. انها اثرت على العالم كله، على 206 دوله كلهم بالظبط، مش كل واحد زي الثاني بالظبط. يعني اوروبا كان عندها ميزه انهم بيقدروا يلعبوا مع بعضيهم داخليا، احنا كنا منعزلين في العاب كتير زي العاب النزال تحديدا اللي محتاجه احتكاك، ما كناش قادرين نسافر عشان نحتاج. معسكرات بتتلغي، بطولات دوليه بتتلغي، بس دي ظروف على العالم كله الحقيقه، مش هستعملها كحجه على الاطلاق. عندنا ظرف اخر برضو مأثر شويه علينا، هو الظرف بتاع فرق التوقيت. التوقيت ده عامل يعني بعض المشاكل الخفيفه كده عندنا، لان ظروف طوكيو المره دي انك ما تجيش غير قبليها بخمس ايام ويوم زياده لو انت اكتر من ست ساعات، وفرق سبع ساعات الحقيقه تاقلم بيبقى يعني مختلف من بني ادم لبني ادم، بيبقى محتاج اعتقد اسبوع او اكتر كمان. طبعا كل ساعه فرق توقيت بتحتاج يوم كامل بالزبط. يعني الحد الادنى خلاص هو سبع الى ثمان ايام موجود قبليها. ايوه. طب ليه حضراتكم ما اتكلمتوش مع يعني كلجنه مصريه اولمبيه، ما اتكلمتوش ليه مع اللجنه الاولمبيه اليابانيه على هذا الموضوع؟ يعني ده شيء علمي واحنا كلنا عارفينه، ان انت لازم على الاقل يا اما تيجي قبل المباراه بيوم واحد يا اما تيجي قبلها باسبوع او 10 ايام. كل الدول اتكلمت عليها لما لظروف الكورونا وحمايه للاعبين وحمايه للشعب أوكي. الياباني كمان. ده كان قرار اللجنه الدوليه مع اللجنه المنظمه في اليابان، ان خمس ايام فقط قبل المنافسات، واللي يخرج في خلال 48 ساعة يكون مغادر اليابان. دي قرارات ماشية على الكل. أيوة. نحترمها وخلاص، يعني أمر واقع. طبعا. طيب كرة القدم بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا في مع منتخب أستراليا، رأي حضرتك في أداء منتخبنا الأولمبي لكرة القدم؟
رأيي إن كابتن شوقي غريب الحقيقة بيلعب بشكل منطقي جدا. مباراة أسبانيا يعني خدنا اللي احنا عايزينه منها اللي هي نقطة. مباراة الأرجنتين الحقيقة يعني في التحفظ كان زيادة شوية، الأرجنتين مش بالقوة الجبارة اللي احنا كنا متخيلينها الحقيقة، بالذات بعد هزيمتها من أستراليا. برضه لو كنا خرجنا النقطة الحقيقة كنا ماشيين في الطريق الصحيح، إنما اتخطف منا الفوز الحقيقة في اللحظات الأخيرة. المهم إن فرصنا غيرت موجودة، وإن الفوز على أستراليا إن شاء الله يكون كافي لصعودنا للدور الثاني. الفوز بأكثر من هدف يطمننا 100%. نتمنى إن ولادنا يكونوا رجالة ويقدروا يعملوا، وأنا متأكد إنهم هيبذلوا أقصى ما عندهم للوصول إن شاء الله. يمكن النقطة الغير إيجابية شوية اللي أنت قلت عليها برضه، منتخبنا هو المنتخب الوحيد الذي لم يحرز أي هدف. لم يحرز أي هدف حتى الآن، مظبوط. بالضبط ال 16 فريق الموجودين. دي برضه يعني محتاجه تتغير، محتاج يبقى عندنا جرأه هجوميه شويه. بالظبط. ان شاء الله نشوف المنتخب النهارده ونصعد باذن الله. منتخب كرة اليد، والحقيقه المباراة الأولى عمل مباراة جيدة جدا، المباراة الثانية أمام بطل العالم لما تتغلب بفرق 3 أو 4 أعتقد برضه شيء جيد، والقادم أفضل لمنتخبنا لكرة اليد. نتائج منطقية لغاية دلوقتي، الدنمارك هو بطل العالم، كلنا عارفين هذا الكلام. احنا في دوري المجموعات الست فرق في المجموعه الاربعه الاوائل بيصعدوا الى دور الثمانيه، كل ما هتصعد في مركز افضل اول او ثاني او ثالث مجموعه هتلعب مع واحد اضعف او بالظبط، لان الاول بيلعب الرابع في المجموعه الثانيه، الثاني بيلعب الثالث وهكذا. احنا فرصنا دلوقتي في الوصول للمركز الثاني. يمكن مباراه النهارده مباراه من وجهه نظري سهله مش صعبه على الاطلاق. ايوه. فرق متصدرين بين مصر واليابان. ايوه. المباراه الاصعب هتكون السويد. محتاجين الفوز او التعادل على اقل تقدير عشان نطلع تاني المجموعه ونقابل ثالث المجموعه الثانيه. عندنا فرص جيده الحقيقه للوصول لربع النهائي ثم نصف النهائي باذن الله. هل في وجود لاي حالات للكورونا مع البعثه المصريه ولا الدنيا ماشيه كويس حتى الان؟ كان في وجود لحاله واحده، المدرب الجودو الحقيقه الجورجي الجنسيه مدرب منتخب مصر، وده تم عزله وهو في العزل حتى الان. لا يوجد اي حالات اخرى على الاطلاق، بس كلها كويسه وبخير الحمد لله. وده من الحاجات اللي احنا بنحاول نحافظ عليها بقدر المستطاع، التباعد، الماسكات، الكلام ده كله، عشان اللي هيجي له كورونا الحقيقه هتروح عليه الاولمبياد بالكامل. هتروح عليه الاولمبياد بالكامل. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وانا بشكر حضرتك مره ثانيه يا باشمهندس على وجودك معانا، وان احنا صحينا حضرتك الساعه 5:30 الفجر في اليابان، فانا بشكرك جدا على وجودك معانا. المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، وزي ما قلت لحضراتكم دي حاجات او كل ما يخص بعثتنا الاولمبيه هي حاله كورونا واحده فقط مع مدرب الجودو، وهو مدرب جورجي لمنتخب الجودو. طيب في تنس الطاولة الحقيقة تأهل عمر عصر الحقيقة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة في إنجاز كبير جدا جدا، يحسب طبعا لعمر هذا اللاعب الرائع الحقيقة، لأنه من زمان جدا أو من بداية الألعاب الأولمبية حتى الآن لم يصعد لاعب عربي للدور قبل النهائي الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي بالكامل كلها. فعمر الحقيقة عامل إنجاز رائع جدا 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 الحقيقه، نتمنى له يا رب كل توفيق. هو طبعا فاز على لاعب الصين تايبيو يوان شوانغ في دور ال 16 بنتيجه 4-3، ان شاء الله يواجه في دور الثمانيه لاعب الصين لونج ما بكره الساعه 1. للاسف الشديد ان المباراه بكره هتبقى في تمام الساعه 1 ايضا بتوقيت القاهره، وبالتالي هي في نفس ميعاد مباراه النادي او منتخبنا الوطني مع منتخب استراليا. ولكن يعني ان شاء الله نتابع مباراه المنتخب الوطني ونتابع عمر برضو ان شاء الله ربنا يكرمه. طبعا هو بيلعب لاعب الصيني لونج ما ده يعني نمره واحد في العالم وما بيتغلبش وبتاع، بس ان شاء الله ربنا يكرم عمر ان شاء الله ويقدر يعمل حاجه جيده بكره. لكن انجازات كبيره جدا الحقيقه بيعملها عمر وهو لاعب النادي الاهلي، ربنا يكرمه ويوفقه خلال الفتره القادمه. اما بالنسبه لتنس الطاوله ايضا، دينا مشرف ودعت منافسات فردي السيدات من دور ال 32، وبالنسبة لي كان موضوع دينا مشرف غريب جدا، لأن دينا كانت كسبانة 3-0 الحقيقة، وبعد كده رجعت اتغلبت 4-3، وبالتالي في بالنسبة لنا حاجة كانت أو بالنسبة لي كانت حاجة غريبة جدا إن أنا أبقى كسبان 3-0 وبعدين أرجع أتغلب 4-3 يعني. طيب كل طبعا اخبار البعثه المصريه في اليوم النهارده، ترايثلون استبعاد بسمه السلموني من المنافسات تاخيرها
لفه كامله في الدرجات. بالنسبه للرمايه الزوجي المختلط يخسر في منافسات رمايه 10 متر مسدس هواء. طيب خلينا نروح للاستاذ معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاوله وبرضه نطمن منه على عمر ونساله برضه على موضوع دينا مشرف وتاهل عمر طبعا لدور ال 16. استاذ معتز ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. الله يخليك، اولا بنبارك لك على هذا الاداء الرائع الحقيقه لعمر عصر وصعوده الى او تاهله الى دور الثمانيه، اعتقد دي اول مره في تاريخ العالم العربي كله. صحيح، تاريخ العالم العربي والافريقي يعني فعلا. النهارده طبعا كان انجاز كبير جدا وكان حدث كبير النهارده، احنا نفسنا بصراحه ما كناش متوقعينه، يعني ما كانش ده في الخطه ان احنا نوصل لدور الثمانيه في الاولمبياد. احنا كان كل هدفنا زي ما حضرتك بتبقى عارف الاول شرف المشاركه، شرف المشاركه في في الاولمبياد، ولكن احنا ابتدينا نطمع شويه بشويه لما اولادنا كانوا هايلين وبدات بدينا مشرف برضو لما لعبت سيدات وابتدت تكسب، وبعدين الماتش اللي خسرته النهارده مع بطله هولندا خسرت 4-3 بعد كانت متقدمه. دي انا لسه كنت هسال حضرتك عن الموضوع ده، كان حاجه غريبه 3-0 و4-3 يعني برضو بتبقى صعبه شويه. ايوه يعني برضو هي فعلا كانت طبعا في عدم توفيق ساعتها، لكن بيبقى في ظروف طبعا ان هي بتخلي الضغط المباريات، مع ان دينا يعني لعيبه محترفه طبعا. بالظبط ودينا رقم 35 على العالم. أيوه. يعني احنا عارفين ان دينا فعلا تعتبر السيده المصريه والعربيه والافريقيه الوحيده اللي بتاخد ترتيب زي ده. أيوه. وعملت شكل جميل لفتيات مصر في تنس الطاوله. أيوه. لما ترجع لعمر عصر النهارده، عمر بيتالق وبيتفوق على نفسه. نعم. عمر النهارده كسب ماتياس فالك اللي هو السويدي اللي خد الثاني على العالم في اخر بطوله عالم. أيوه. اللي كانت في المجر. ايوه، ويعني لعيب قوي جدا وهو ترتيبه على العالم السادس. بعد كده لما يكسب ماتش 4-3 ويدخل ماتش تاني ماراثون برضه 4-3 مع شوان شينيان الصيني اللي هو الصين تايبي ورقم 19 على العالم، وعلى فكره في لندن اللي فاتت شوان ده خد المركز الرابع في البطوله دوله. أيوه. لندن الاولمبيه. ايوه، وخد الذهب في سنه 2013 في بطوله باريس، بطوله العالم في باريس. فعمر النهارده حط نفسه في مكان عالميه جديده، بيضاهي ابطال العالم الصينيين وبيضاهي كل ابطال العالم الموجودين حاليا النهارده، وخلاص بقى من الثمانيه الاوائل في البطوله. ايوه، وبكره ان شاء الله زي ما حضرتك قلت هيلعب مع مالونج ده بطل العالم بتاع الصين، وان شاء الله ربنا يوفقه. مالونج ده بيقولوا بقاله كتير قوي ما اتغلبش. مين؟ اللاعب الصيني اللي هو اللي هيلعبه بكره. لا لا ده اللاعب الصيني ده حضرتك لما هتشوفه بكره هتحس برضه باختلاف كبير، يعني ده لاعب انت عارف ان هم النجوم دول هم نجوم الصين اللي لهم الشعبيه الكبيره. أيوه. عن يعني يمكن هم اللي بيطلعوا في الاعلانات وبيطلعوا، لان اللعبه الشعبيه الاولى هناك مظبوط طاوله في الصين. ايوه، فلهم يعني لهم هناك مكانه قويه جدا. الحاجه كابتن اسلام برضه اللي انا كنت عايز اقول لحضرتك عليها، اتفضل يا فندم. ان بيترا اللي هي رئيسه الاتحاد السويدي كانت بتتفرج على الماتش النهارده بتاع عمر وماتياس ده اللي هو السويدي ايضا. ايوه، وهي وخليل المهندي اللي هو رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد، فخليل كان بيشجع طبعا عمر طبعا هو قطري، وهي بيترا طبعا بتشجع ايه السويدي، لكن بعد المباراه اثنت جامد قوي على عمر وقالت ان اللعيب ده هيبقى له يعني شأن في. وعمر عنده كام سنة يا كابتن؟ عمر عنده كام سنة يا كابتن معتز؟ عمر هيتم ال 30. عمر هيتم 30 إن شاء الله. يعني الشهر اللي احنا فيه دوت أو أيوه. جاي. هو للأسف كمان إن عمر بكرة إن المباراة هتتلعب الساعة 1 في نفس توقيت مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي مع نفس مع منتخب أستراليا، وبالتالي أنا بيني وبين حضرتك أنت لما قلت الخبر ده دلوقتي لسه للاسف يعني الشديد للاسف يا رب يكون احنا طبعا هنبقى محتارين طبعا من الاثنين، ربنا يوفق كرة القدم وتنس الطاولة. أيوه. وطبعا احنا طبعا كتنس طاولة طبعا هنبقى بنتفرج على عمر وبنتابع كرة طبعا، ولكن طبعاً هو خلينا بس نقول للناس ان هو مباراة صعبة جدا يا فندم.
هو مباراة زي ما حضرتك بتقول هي مباراة صعبة جدا جدا، وعايز اقول برضه لكابتن اسلام ان المباراتين اللي هو كسبهم برضه كانوا مباراتين صعبتين جدا. ليه؟ احنا عارفين ان دول ثاني عالم، والثاني برضه من ابطال العالم. أيوة. وبيلعبوا مع عمر، وعمر يمكن اللي فرق مع عمر المعسكر الاخير، المعسكر قبل البطولة مباشرة احنا عملنا معسكر داخلي في المانيا. وكان عمر طبعا متواجد في المعسكر واستمر بحوالي 10 11 يوم، معسكر مغلق. عمر نفسه بيقول ان انا استفدت جدا من المعسكر ده ورجعت روحه وثقته اثناء المعسكر، عشان كده النهارده كان بيلعب باريحيه وبيلعب بحماس شديد جدا، بحماس البطل اللي عايز يكسب، عشان كده ربنا اداله النهارده كان حاجه مشرفه. وانا بشكر كل اعضاء الجهاز الفني، الكابتن ماجد عاشور، كابتن اشرف حلمي، لعيبه منتخب مصر اللي هم بيشاركوا هناك، عمر عطل وخالد عطل واحمد صالح والبنات دينا مشرف ويسرى حلمي وفرح عبد العزيز، ربنا يوفقهم ان شاء الله في اللي جاي، وباذن الله عمر يعمل حاجه كويسه ان شاء الله يا كابتن اسلام. يا رب بكره نكلم حضرتك نهنيك ان شاء الله بالصعود، ولكن اتمنى طبعا، لكن برضو خلينا نقول للناس ان هي مباراه صعبه جدا 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 في أكيد. اطار الشفافيه أكيد. اللي احنا دايما بنتكلم بيها، فنتمنى ان احنا أكيد. بكره عمر ربنا يكرمه ويوفقه ويصعد الى الدور التالي ان شاء الله. يا رب هو ومنتخبنا القومي في طبعا ده. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، يا رب الفوز ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله. زي ما قلت لحضراتكم بنحاول نجيب كل الاخبار ما حدث في بعثتنا للاولمبياد. زي ما قلت لحضراتكم عمر عصر تاهل الى دور ال 16 بعد ما فاز على لاعب سين تايبي يوان شوانغ في دور ال 16 بنتيجه 4-3، ويواجه في دور الثمانيه لاعب الصين لونج ما. زي ما قلت لحضراتكم مباراه صعبه جدا هتبقى ان شاء الله في تمام الساعه الواحده ظهرا. بالنسبه لتنس الطاوله ايضا دينا مشرف ودعت المنافسات، ترايسلون استبعاد بسمه السلموني من المنافسات لتاخيرها لفه كامله في الدراجات. الرماية الزوجي المختلط يخسر في منافسات رماية 10 متر مسدس هواء. أما بالنسبة للرماية أسامة السعيد والزهراء شعبان ودعوا منافسات زوجي مختلط 10 متر بندقية. والجودو محمد عبد العال بيخسر في المنافسات دور ال 32 بنتيجة الحقيقة صعبة شوية، هي نتيجة 11-0. الريشة الطائرة ضحى هاني وتخسر 2-0 في منافسات الفردي وتحتل المركز الثالث. القوس والسهم يوسف طلبة يودع منافسات دور ال 64 وينهي الدور في المركز ال 56. أما بالنسبة للشراع، خلود منسي خسرت في منافسات قوارب الليزر وحققت المركز 43 وهو المركز قبل الأخير. أيضا بالنسبة للشراع علي بدوي يودع منافسات قوارب الليزر رجال في المركز ال 34 وهو ايضا المركز الاخير. بالنسبه للسباحه علي خلف الله ينهي سباق 100 متر حره في المركز الثاني في زمن 49 ثانيه و 31 جزء من الثانيه، ومروان القماش في سباق ال 800 متر في المركز الثالث في زمن 7 دقائق و 52 ثانيه و 76 جزء من الثانيه. دي كانت أخبار بعثتنا الأولمبية في اليابان. نتمنى رب كل التوفيق لعمر بكرة إن شاء الله، المباراة الساعة 1 لمحبي تنس الطاولة بكرة إن شاء الله، مباراة صعبة جدا لعمر ولكن ربنا يكرمه إن شاء الله. أيضا مباراة منتخبنا الأولمبي المصري ضد منتخب أستراليا أيضا هتبقى في تمام الساعة الواحدة ظهرا. يا رب ربنا يكرم وتبقى، لأنه زي ما حضراتكم عارفين كرة القدم، نجاح كرة القدم هو نجاح للبعثة بالكامل. الحقيقة عاملين مجهود كبير، ربنا يكرم والأمور تمشي وتسير بشكل جيد خلال الفترة القادمة. طيب عندنا إيه النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة؟ عندنا كلام كتير جدا جدا ولكن كله كلام كورة. هنتكلم في كرة القدم، هنتكلم في التكتكس، هنتكلم في بعض الصور والفيديوهات للنادي الاهلي في مبارياته السابقه وازاي النادي الاهلي لعب مبارياته السابقه وهيلعب المباريات القادمه ازاي من وجهه نظر طبعا محللينا اللي هيكونوا معانا كريم سعيد واحمد ثابت. هنتكلم معاهم عن كل ما يخص النادي الاهلي والانديه اللي هتلعب ضد النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر، هاشتاج ده ابعتوا لي كل اللي حضراتكم عايزين تبعتوا عليه علشان نسال كريم وثابت عن كل اللي حضراتكم عايزينه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل كريم سعيد واحمد ثابت في البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هيكون ضيفايا في هذه الفقره كريم سعيد واحمد ثابت. انا ما غلطتش في الاسم اهو الحمد لله. كريم سعيد ازيك يا كريم؟ ده كابتن سعيد. الحمد لله شرف منور. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ايضا احمد ثابت ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ دايما منور ومتالق. ربنا يخليك يا حبيبي. كريم انا خليني ابدا معاك الاول قبل ما نتكلم عن الكوره والاهلي واللي نعم. بيحصل والدنيا ماشيه ازاي، لكن خليني اتكلم عن تنس الطاوله بما انك يعني نعم. ضليع في اللغه العربيه. بما انك يعني كنت لاعب سابق في وحالي في الاهلي وحالي في الرواد الاهلي وبالتالي في الرواد يعني ماشي يعني ممكن اجي العبك. فعمر عصر الحقيقه عامل شغل رائع جدا، عامل طبعا. شغل كويس جدا، ولكن حظه ان هو هيلاعب نمره واحد على العالم. اثنين نمره اثنين على العالم، وبعدين واحد من اقوى الناس اللي يعني بقاله كتير قوي ما اتغلبش. هو مالونج عامه في تنس الطاوله ممكن الناس يعني لو قارناه بالكوره هو بيلي مثلا يعني. ياه. يعني لو مثلا بتقول بيلي في الكوره هو مالونج في عنده كام سنه تعرف؟ مالونج دلوقتي اعتقد حاجه و30. صغير يعني. مالونج يعني بنتكلم بطل عالم وهو مثلا عنده 16 سنه. ياه. 16 سنه؟ 19. 19. يعني بتتكلم لعيب طبعا حاجه فظيعه، لعيب اسطوري. مضارب تنس الطاوله اللي احنا بنشتريها باسمه طبعا، عمر برضو ليه مضرب باسمه، لكن مالونج يعني مالونج ده حاجه اسطوريه يعني كتب عليه كتب. راجل دخله السنوي من تنس الطاوله 20 مليون دولار يعني. بنتكلم على واحد يقترب من لعيبه الكوره. طبعا دي حاجه مش سهله، بس انا عايز اقول لحضرتك الاسلام اللي عمله النهارده عمر ده ضد المنطق. مش بس تبقى الناس طبعا عارفة. بس عشان عالم تنس الطاوله ربما الناس مش ملمه بيه شويه. اللي عمله عمر النهارده في دور ال 32 في وجهه نظري اكتر من 16 في ال 32 ماتش مع ماتياس فالك لاعب السويد ده اعجاز. ليه بقى؟ طبعا في الاولمبياد احنا بنلعب بيست اوف 7، ما بنلعبش بيست اوف 5. بيست اوف 7 يعني بنلعب اللي ياخد اربع اشواط هو اللي بيكسب المباراه. ايوه. ماتياس فالك كان متقدم 3-2. اصلا والنتيجه دي كويسه جدا لعمر على فكره، دي ممتازه يعني. عمر بقى رجع من 3-2 يعني ماتياس ناقص له شوط واحد ل 4-3 ويكسب خلاص. عمر رجع 4-3 على بطل العالم، برضه ماتياس فالك ده بطل العالم وتصنيفه العالمي التاسع. لا كان هو لغايه يوم 27 في التصنيف صدر النهارده الصبح هو التاسع ومتقدم على تيم بول طبعا الاسطوره الالمانيه. برضه هو خرج النهارده من لاعب كوريا الجنوبيه. فالناس لازم تعرف اللي عمله عمر النهارده ده ضد المنطق. ضد المنطق في الماتشين بس ماتش الدور ال 32 اكتر كمان بالنسبه. في وجهه نظري انا الشخصيه كان اقوى من دور ال 16 لان لاعب تايوان طبعا لعيب خبره وكل حاجه بس 41 سنه. فاعتقد عمر استغل موضوع فارق السن، في فرق 10 سنوات. عمر قدر يستغل الحته دي في الجزء البدري. احنا برضه بنتكلم مباراه ممكن السبع اشواط دول ممكن يتلعبوا في ساعه او ما يقرب من ساعه او ساعه وشويه. فطبعا عمر ان شاء الله يعني في وجهه نظري طبعا عمل انجاز، اول لاعب عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه في الاولمبياد. عمرنا ما قلنا قبل كده طبعا كافضل مركز الكابتن سيد لاشين لما وصل دور 32 في اولمبياد لندن، وبرضه كانت افضل حاجه. طبعا 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 كابتن سيد لاشين برضه بنتكلم على اسطوره يعني. لكن عمر الحمد لله ان هو قدر يوصل للدور ده، وباذن الله يعني طبعا احنا عشان نكون واقعيين واقعيين تماما نسبتنا في ماتش بكره 10%. ياه. 10% عشان نكون واضحين جدا جدا كويس كويس عشان الناس تبقى فاهمه. احنا فرصتنا في ماتش بكره 10%. مالونج النهارده كان بس عنده النهارده كسب 4-1. ربما اللي تابع الماتش كان عنده بعض العصبيه، هو حاسس ان الامور يعني اسلوب لعبه اللي متابع مالونج مش هو الدنيا مش ماشيه معاه. كان عنده ازمه بس طبعا كسب 4-1 بسهوله ما عندوش ازمه. بكره ان شاء الله باذن الله عمر يحول المباراه يبقى اول تارجت يبقى مباراه تنافسيه، يعني بنروح ونيجي مع بعض ما تبقاش كذا. ما تبقاش يعني وان سايد جيم يعني. لو تحولت لتنافسيه باذن الله ليه لا؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا وليه لا ممكن عمر باذن واحد احد يصعد سيبت. ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله. والمشكله ان الماتش بكره الساعه 1 بس نجيب تلفزيونين نتفرج على منتخب مصر والاولمبي ومنتخب استراليا. برضو المباراه هتبقى صعبه يا احمد لمنتخبنا الاولمبي برضو عشان تبقى شايفه الموضوع بشكل كويس. منتخبنا الاولمبي بكره هيلعب ضد منتخب استراليا، عايزين نكسب طبعا اكتر من اثنين عشان نبقى، لكن الموضوع مش سهل كده ان احنا عايزين نكسب اكتر من اثنين. هي الفكره كمان برضو ان منتخب مصر الاولمبي عنده فرصه كويسه. انا شايف ان اسبانيا كفتها ارجح على الارجنتين. اسبانيا اقوى،
فلما اسبانيا تكسب الارجنتين هتديك ميزه ان انت تكسب استراليا حتى 1-0 يبقى انت صعدت. شايف ان استراليا برضو عندها غيابات مهمه جدا بكره، عندها المهاجم الاساسي اللي هو دوكي اللي هو المهاجم الاساسي ده الاكثر اسيست في البطوله عامل 2 اسيست غايب، عندها صانع الالعاب الاساسي دول حاصلين على انذارين ثلاث لاعبين المهاجم وصانع الالعاب والباك رايت الثلاثه الاساسيين بتوعهم، فدي برضو تدينا ميزه ان شاء الله. بس هنتكلم يعني ان احنا محتاجين نطور شويه الحاله الهجوميه، احنا المنتخب الوحيد في البطوله في الاولمبياد اللي ما جابش جوان وكمان اقل منتخب في المحاولات على المرمى. يعني انت على المستوى الدفاعي كويس جدا، يعني انت بتلعب الارجنتين وبتلعب اسبانيا واختيار الونش اعتقد ومحمد الشناوي في ظهرهم اعتقد يعني الاثنين حجازي والونش عاملين شغل ادانا صلابه خاصه رائع. كمان مع التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن شاوي غريب، لكن عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ضعيفه قوي عندنا، وعندنا برضو يعني انا بشوف ان صلاح محسن لو لعب كراس حربه في عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هيكون افيد. احمد ياسر ريان طبعا مهاجم كويس جدا ولكن محتاج تكون بتهاجم. احمد ياسر ريان مظلوم، لا بيوصل له عرضيات ولا في صنع العاب، فالافضل ايه في طريقه لعب كابتن شاوي غريب ان يكون عندك مهاجم زي صلاح محسن حتى في اغلب ينزل تحت شويه، حتى اغلب الفرص اللي عملناها في المباراه الاخيره كان صلاح محسن اللي عملها، عمل واحده لرمضان، عمل واحده لكريم العراقي، بيعرف ينزل ويستلم وسريع، فهو دي يعني انا بشوف ان دي النقطه الوحيده ان احنا لو بدانا بصلاح محسن وابراهيم عادل او طاهر محمد طاهر والناحيه الثانيه طبعا رمضان صبحي، الثلاثه دول لو بداوا في الحته اللي قدام هيدونا سرعه اكتر، هيدوك يعالجوا مشكله التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. وبالمناسبه احنا بنتكلم على صلاح محسن، صلاح محسن بيتصدر استفتاء الكاف عن الموهبه الافضل في دوري الابطال، واعتقد ان صلاح محسن يستحق يا كريم. طبعا اعتقد صلاح محسن يعني الموسم ده ربما في البدايه كان لسه يعني بيظبط اموره مع النادي الاهلي في حته اسلوب اللعب والتمركز وكل شيء، ولكن في النص الثاني من الموسم اعتقد صلاح محسن سواء على دوري ابطال افريقيا او حتى على المستوى المحلي، وشفنا اداؤه حتى في ماتش القمه الاخير اللي انتهى 1-1 كان واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا، واعتقد برضه على المنتخب الاولمبي زي ما احمد بيقول له ادوار كبيره. وبصراحه انا مستعجب جدا ليه الكابتن شوقي غريب اصلا بيلعب برقم 9 كلاسيكي في اللعب بتاعه، مش مناسبه خالص يعني دي انا اعتقد. بس هو خلي بالك مصطفى محمد يبقى مكانه ياسر، يعني لما تيجي تقعد تفكر في الموضوع مصطفى محمد يبقى ياسر ريان، احمد ياسر ريان صح، بس برضه مصطفى محمد كان بينزل بره منطقه الجزاء كتير، يعني مصطفى محمد برضه تحركاته خارج منطقه الجزاء تبقى اخف واسرع بكتير من احمد ياسر. احمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو تارجت لحد ما وعايز برضه انت توصل له الكوره لغايه عنده. مصطفى محمد حتى مع نادي الزمالك نفتكر كان بيخرج خارج منطقه الجزاء كتير، بس انا متفق جدا جدا مع احمد في حته ان هو لا اما يوظف صلاح محسن او ابراهيم عادل زي ما كان بيتوظف في بيراميدز فولس 9 لما لعب قدامنا مهاجم وهمي، فانت اعتقد ده مناسب ليك، يعني انت ما ينفعش تلعب بتارجت مان في طريقه بتاعتك، انت اوريدي بتعتمد على الكروسات العاديه وبتعتمد قصدي اللي هي الطوليه، احنا ما عملناش غير الطوليه احنا ما عملناش غيرها حتى ما بتحصل يعني قليل عملناها وحش في ماتش الارجنتين بصراحه عملناها وحش افضل طبعا من ماتش اسبانيا، وخلي بالك المنافس اقل لان المنافس اقل طبعا، لان اسبانيا بصراحه انا مرشح اسبانيا للادوار النهائيه يعني للتوب فور يعني وجهه نظري، لكن انا بشوف ان ماتش الارجنتين كان ممكن يبقى افضل من كده لو كانت اللمسه الاخيره، يعني احمد ياسر ريان جات له كذا كوره، رمضان برضو رمضان لعيب كويس جدا وبيعمل بالكوره حاجات كتير، ولكن مشكله رمضان تظل هي الفينش، بيوصل للجون عايز برضو يا يرقص يا بيشوط، مشكله رمضان الفينش يعني لو كان الفينش بتاعه افضل من كده اعتقد ان احنا كنا نقدر نخلص المباراه. صلاح محسن برضو بشوف ان هو مهاجم كويس زي ما قلت لحضرتك، لو لعب في حته راس الحربه هتفرق كتير. طاهر محمد طاهر بيقوم بالدور الدفاعي بشكل كويس جدا، ما ينفعش ننسى اكرم توفيق، اكرم توفيق ده حاله كده حاله لوحده، هو حاله حتى في الفيديوهات اللي بيعملها حاجه يعني في كل حاجه في الملعب وبره الملعب. على فكره يعني اكرم توفيق ليه رقم ان هو ثالث اكتر لاعب في الاولمبياد عامل مراوغات ناجحه، الاول سالم الدوسري من السعوديه والثاني لاعب استرالي والثالث اكرم توفيق، فاكرم توفيق واحد من بصراحه هو يعني يعتبر حاليا من احسن الارتكاز في مصر، يعني حاليا بشوف ان هو اعلى من لعيبه كتير جدا، كمان ده بيدينا مثال ان انت ازاي لما انت تبقى قاعد على الدكه ما تيأس. اكرم توفيق ده شوفه كان فين في بدايه الموسم، وكان سعد سمير حكى لي قصه اتفرجتوا على حلقه لما قال ان هو كان بيفكر ان هو يعني زعلان قبل مباراه نادي البركان وعيط السوبر في السوبر الافريقي قعد يعيط يعني بعد عايز العب ما هو يعني عارف
اللي هو نفسي العب، قال له اصبر، ودور كباتن الفريق صح. سعد سمير وعلى فكره مباراه نهضه بركان دي كانت من قريب، يعني مثلا مش من بعيد، لا, لا ده هو ده من بعد مباراه جنوب بعد مباراه سان داون. يعني التحول اللي حصل ده، التحول اللي حصل لاكرم توفيق في مسيرته من اللي هو كان قاعد احتياطي وكان دكه وكده، وبقى فجاه بقى اساسي، بقى بنقول مثلا لا في ايه يا احمد، لا انت بتتكلم وفي مركز ملوش اي علاقه بيه، مش بتاع ملوش اي علاقه، احنا بنتكلم الفول باك ملوش اي علاقه بالهاف ديفندر، انت بتتكلم في توظيف مختلف، في اسلوب مختلف، في رقد مختلف. دي يعني الاحصائيه اللي هي اللي هو ثالث اكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه. ايوه سالم الدوسري من السعوديه 6، دانيال من استراليا وده الجناح اليمين عامل 6 برضو، واكرم توفيق عامل 5. ايوه وداني اولمو 5 اللي هو اللعيب الاسباني الحريف طبعا عامل 5. فوجود اكرم توفيق في القائمه دي دليل ان هو لعيب عنده حته المراوغات الناجحه، بيستعيد الكره الثانيه بشكل كويس جدا، بيلعب بروح وقلب رهيب جدا، معدل قطع الكرات بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه، معدل جري والورك ريت بتاعه رهيب، في يعني مش مجرد ان هو بيستخلص بفاول، لا ده بيستخلص بحرفنه، بيعمل التاكلينج حتى نضج. زمان كان اكرم توفيق في بدايته بيعمل فاولات كتير قوي، صح، دلوقتي نضج عقل تطور شويه، تطور بشكل كبير جدا، تحس ان هو من كتر اللعب ومن كتر التمرين في النادي الاهلي برضه بيديك خبرات، يعني بتتمرن مع لعيبه كبار. مرحله بصراحه اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله عليه. يعني احساسك ايه في ماتش بكره؟ احنا يعني مجبرين على المخاطره، بس فكره حتى التصريح بتاع حارس استراليا بصراحه يعني تصريح في وجهه نظري يعني عيب علينا، الراجل بيقول لنا اوكي انتوا كويسين في الدفاع، بس احنا خلاص احنا فهمنا المنتخب المصري عنده فشل في الهجوم، فما دي هتقرينا يعني تحفظنا خلاص، احنا في اسبانيا عملنا الشكل اللي هو ايه يا كابتن اسلام، لو مثلا يعني لو عملت مقارنه بينه وبين تنس الطاوله، لو لعيب مش معروف يقدر يفاجئ في اول شوط، يقدر ياخد اول شوط لكن بعد كده بيتكشف خلاص ده اتفهم. الارجنتين فهموا اسلوب لعبنا وعرفوا اول ما جابوا الجول، مع انه جابوا الجول في دقيقه مبكره من الشوط الثاني، هم اللي رجعوا في الدفاع وقال لك ايه بقى، اتفضل الكوره معاك اهو اعمل اللي انت عايزه، هاجم يلا هاجم انت، وريني بقى تعمل ايه. فعلا احنا فشلنا، ليه؟ كان واضح ان احنا مش متحضرين للموقف. بس ده غريب جدا يا احمد بالنسبه لي، ليه؟ لانه لما تيجي تبص على الاسماء اللي موجوده في الناحيه الهجوميه تقيله في النادي في منتخبنا الوطني، اسماء كلها كبيره وقويه جدا، صح. سواء رمضان صبحي، صح. سواء طاهر، سواء صلاح، سواء ابراهيم عادل، سواء صح. احمد ياسر ريان، يعني كل ما هتقول اسم الحقيقه لا ده الخمسه دول ممكن ولا الاربعه دول العب بيهم لوحدهم قدام. هقول لحضرتك على حاجه برضو، انا شايف ان بكره انت هتلاعب فرقه بتدافع، استراليا اصلا اسلوبها نفس اسلوب منتخب مصر من المباريات اللي قبل كده. لا هم الماتشين اللي لعبوهم الاولانيين ما كانوش ب 90% دفاع، بس استراليا العادي بس معدل الاستحواذ بتاعهم قليل اقل، ولكن يعني اكتر من منتخب استراليا الاول طبعا بكتير. بس هيدوكوا الكوره، فانت بكره لازم يكون عندك بلان بي. مشكله كابتن شوقي غريب ان هو بيدافع بس، الكوره ثلاث حاجات، مرحله الدفاع، مرحله التحول من الدفاع للهجوم، مرحله التحول من الهجوم للدفاع. طب انت ما بتطبقش المرحلتين التانيين هتكسب ازاي؟ فانت انا شايف ان ممكن بكره نكتفي باتنين بس في الدفاع، حجازي والونش، ويبقى مثلا كريم العراقي، احمد ابو الفتوح، اتنين ارتكاز، عمار حمدي واكرم توفيق. عندك قدام بقى في طبعا رمضان صبحي، وفي طاهر محمد طاهر، وصانع الالعاب يا اما ناصر ماهر يا اما ابراهيم عادل بيلعب في الحته دي، وقدام صلاح محسن. اعتقد ان ده تشكيل هجومي وتغير الفكر لو، وممكن في طريقه زي دي تبدا باحمد ياسر ريان طالما انت نازل بشكل هجومي. انا شايف ان احمد ياسر وصلاح او ابراهيم تحته يبقى افضل. ده لو انت هتنزل ب 4-2-3-1، يبقى احمد ياسر ريان مش هيتظلم، تقدر ان انت الظاهرين هيعملوا العرضيات، هيبقى في شكل افضل. لكن لو هتلعب بنفس اسلوب لعبك اللي هو 5-4-1، يبقى ما تبداش باحمد ياسر ريان، يبقى تبدا بصلاح محسن راس حربه. ليه؟ لازم مهاجم متحرك، ما ينفعش مهاجم تارجت، لان انت هتلعب برضه على الهجمات المرتده. ينفع يعمل كده؟ يعني هل ممكن ان انا اغير بعد ماتشين؟ مش ماتشين، انا كابتن شوقي غريب بيلعب كده طول من اول البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي، او من 2001 لغايه دلوقتي. فخلينا نتكلم عن البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه الاخيره اللي خدناها هو بيلعب بنفس هذه الطريقه، وبالتالي هل ممكن اغير في اخر مباراه؟ ايوه هنا السؤال كابتن اسلام، هل انا اصلا اوريدي عملت عودت لعيبتي على ده قبل ما اسافر؟ لان صعب يعني اختبار صعب جدا جدا ان اجي للعيب قبل مباراه يعني ايه حاسمه ليا واروح اقول لهم يا جماعه بصوا معاك ايه احترامي بكره هنغير. معلش هخش معاك في النقطه دي، ولكن انا كل اللعيبه دي بتلعب اربعه. طبعا صح، في الاجازي بيلعب، الونش بيلعب، بس هم مع بعض. يا حاج دلوقتي قلت كلمه مهمه جدا، الجيل ده اصلا نصيبه ان كميه الاجنحه والبلاي ميكرز اللي فيه كتير جدا، احنا ما عندناش غير هاف ديفندر واحد. صح. يعني لغايه النهارده
انا مختلف مع الكابتن شاور غريب ان هو ما خدش من الثلاث لعيبه الكبار هاف ديفندر. صح، حتى لو انت خدت اثنين ماسكين كويسين، ان انت اصلا ما عندكش غير اكرم توفيق. يعني احمد ربنا ان اكرم توفيق الحمد لله ما عندوش انذارات، يعني ما عندوش اصابه الحمد لله، لا يعني ما فيش مشكله خالص، لكن هو الهاف ديفندر الوحيد. انت لو حبيت تغير اكرم في الماتش بواحد في نفس مركزه ما عندكش، ما عندكش. فبالتالي كابتن شاور غريب هنا لازم يكون هو كان زي احمد قال برده، فين بلان بي، فين بلان سي، في ظروف اي مدير فني لازم يقول لعيبته يا جماعه لو اتحطيت في الموقف ده هنعمل كذا. انا ما شفتش، عشان كده بقول لك بكره استراليا انا في وجهه نظري هيعملوا زي الارجنتين، هينزلوا على الشوط الاول ضاغطين جدا ويجيبوا جول، اول ما هيجيب الجول هيروح هو راجع يقول لك اتفضل الكره معاك اهو بقى، او انت تستغل بقى رمضان وتستغل صلاح وتستغل ابراهيم وتستغل طاهر. هو لازم يخاطر، هو بكره انا في وجهه نظري لازم يخاطر. بكره الخمسه ملهاش اي محل من الاعراب عندي. بكره العب ب 4 2 3 1 وخاطر، وزي ما تيجي تيجي، ما تفكرش في الفكره ان انا هلعب بخمسه بكره ويبقى نسبه تهديدي لمرمى استراليا يساوي نفس نسبه لو انا هستخدم ال 4 2 3 1. شكلها برضو وحش ان انا اطلع من البطوله كلها ما جبتش جون يعني. طبعا، وده المنتخب الوحيد في البطوله اللي ما جابش اهداف، دي حاجه مش حلوه خالص. وبعدين اقل منتخب في عدد المحاولات. يعني انت في كل الارقام، انا قبل الحلقه بجهز فبشوف اغلب ارقام المنتخب، هنتكلم عن الارقام والحاجات دي كلها. يعني ما فيش ارقام مميزه خالص لمنتخب مصر في البطوله غير الرقم بتاع اكرم توفيق اللي هو ثالث اكتر لاعب مراوغات ناجحه، اسامه جلال موجود في قائمه الاعلى انترسبشن، حجازي موجود في قائمه الاعلى تشتيت. طبعا كلها ارقام دفاعيه، تشتيت، انترسبشن، مراوغات ناجحه بس، لكن انت بقى مش موجود لا في محاولات ولا موجود طبعا في مراوغات ولا. المشكله ان يعني احنا في الدفاع بندافع بشكل كويس جدا، ويحسب لكابتن شوقي غريب ان هو بيطبق بدليل، لكن لكن الكره مش دفاع بس. عامل كده مع اسبانيا اوكي، يعني اسبانيا من اقوى 3 4 فرق في العالم في المنتخبات الاولمبيه، بس احنا على فكره عندنا فرصه، يعني عندنا فرصه مش 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 ضعيفه. يعني انا شايف ان اسبانيا هتكسب الارجنتين، وممكن انت تكسب استراليا بكوره بهجمه مرتده، الشكل يكون احسن، اللعيبه اكيد برضه روحها هيبقى اعلى. فانا شايف ان لسه في امل ان شاء الله، يعني ان احنا ممكن نصعد. الحاجه الثانيه برضه ان بشوف ان استراليا عندها غيابات، يعني الغيابات دي الثلاثه دول اكيد هيفرقوا معاهم. المهاجم الاساسي بتاعهم اللي هو الاكثر اسيست في البطوله واللي بيطاعوا عليه، وصانع الالعاب بتاعهم مش موجود، والباك رايت مش موجود. يعني اكيد الغيابات دي هتعمل برضه ربكه. انا بشوف ان هم يعني ممكن في بدايه المباراه ممكن يدافعوا قدامنا، يعني هم ممكن يحاولوا ان هم يعني ممكن يدافعوا قدامنا، هم اللي يعملوا اللي احنا كنا بنعمله في اول مباراه مثلا. انا بشوف كده، بشوف ان هم ممكن يدوك انت الكوره وانت تتصرف بقى. منتخب مصر او كره القدم في البعثات الاولمبيه اعتقد لو ربنا كرمنا بكره هتدي نفس كبير جدا، يعني هتدي دفعه معنويه كبيره جدا لبقيه طبعا كابتن الكوره. طبعا اكيد الكوره اللي يعني المقياس بتاعها يبقى اكبر، لان اهتمام الجماهير واهتمام الاعلامي بكره القدم اكبر، رغم ان كره القدم كلعبه مش هي اللعبه الاهم في الاولمبياد. يعني بيروح يشوف اجواء الاولمبياد هناك في البلد ما عمره ما يحس ان الكوره واخده نفس السوكسي بتاع العاب القوه والالعاب الاخرى. يعني الالعاب الاخرى طبعا في الاولمبياد بيبقى ليها اجواء اخرى. أيوة. لكن كره القدم بالنسبه اعلاميا وجماهيريا اكيد يعني المنتخب المصري ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله بكره وياخدوا بطاقه الترشح، هتدي شكل جيد للبعثه ان احنا حققنا امور ايجابيه. طبعا في التايكوندو قدروا الحمد لله يحققوا لنا ميداليات، والنهارده الحمد لله اليوم كان حلو، تنس الطاوله حققنا يعني يعني انجاز فعلا في تاريخي. بكره ان شاء الله الكوره، وبرده معاها برده ان شاء الله عمر عصر وبقيه الالعاب الاخرى اللي هيتنافسوا من الساعه 2 الصبح اعتقد. فكل ده باذن واحد احد يا كابتن اسلام ان شاء الله لما الروح تبقى حلوه البعثه كلها، حتى يعني في التنافس اللاعب بيخش عنده روح معنويه مختلفه طالما ان البعثه كلها عايشه اجواء جيده. طيب الاهلي مظلوم جدا يا احمد، الاهلي يعني سوري الاهلي اقول ايه، بس انا اصل امبارح هو الاهلي بيتظلم يا جدعان. الاهلي امبارح كان بالنسبه لناس كثيره من اول امبارح الحقيقه، من بعد مباراه الاهلي والانتاج وفوز النادي الاهلي 3-2 في الدقيقه 95 والدنيا مولعه. تخيل حضرتك ان انا في ناس بتكلمني ما بيشجعوش الاهلي، يعني بيكلموني بيقولوا لي يا عم بقى خفوا علينا شويه، سيبوا لنا حاجه. طب انا اعملها ازاي؟ اسيب حاجه دي اعملها ازاي؟ لو انتوا تعرفوا حد يقول لي يا ريت. يعني تعرف تسيب حاجه لحد يا احمد؟ لا طبعا، بس انا هقول لحضرتك على حاجه. يعني وشريف داخل مثلا ولا اي حد داخل يحطها بره ما يحطهاش جوه؟ هو الماتش كان صعب عليهم،
انت 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 يعني عيش كده لايف سايكل بتاع اللي هو بيفكروا بالتفكير ده. انت خلاص الاهلي هيخسر، هيخسر 3 نقط يعني الدوري رايح لينا. ده كده هم تفكيرهم كده خلاص الدوري. انت عارف يعني ايه تخسر 3 نقط فعلا؟ انت لو كنت خسرت كان بيبقى بتقل شويه فرصه الفوز بالدوري 3 نقط. بعدين اقل حاجه ممكن يقول لك ايه ده الاهلي هيتعادل، هيخسر نقطتين حلو برضو. المشكله ان الاهلي كسب بالنسبه لهم، فده بالنسبه له اللايف سايكل اللي هم عاشوه. المشكله ان انت حلموا بكده، فانت مع الاهلي ما ينفعش تحلم الا بعد نهايه الصفاره. ايوه صفاره الحكم بعدها تحلم، لكن ما تحلمش قبل نهايه الصفاره، لان الاهلي دايما مميز بالباص 90. شوف طبعا لدرجه ان الاهلي ما بيتظلمش. لا الاهلي بيتظلم طبعا. يعني هل الاهلي هقول لحضرتك حاجه غريبه جدا، الاهلي السنه دي في الدوري ليه 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب. لا 9 ما تهزرش بقى يا احمد. 9 ازاي؟ 9 ضربات اوريها لحضرتك بس. 9 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب، وخمس اهداف صحيحه، خمس اهداف صحيحه لغاها بوجود الفار. يعني لو جبت لي الصور دي والحاجات دي هعمل لك انت بتشرب نسكافيه، هعمل لك شاي بدل نسكافيه. ليه اللي فيه 6 نقط موجودين معايا؟ لا 6 نقط واضحين، 3 قدام بيراميدز جون بتاع ووتر بواليا، و3 قدام البنك الاهلي في الدور الاول. انا هتعامل ان انا هتعامل ان انا ما بشجعش الاهلي. اول ماتش نبدا واحده واحده. يعني انت معاك يعني معايا بجد والله؟ يعني انت هتفرج الناس دلوقتي 9 ضربات على 9 ضربات جزاء اتظلم النادي الاهلي فيهم؟ 9 ضربات جزاء وخمس بجد ولا بتهزر؟ اه والله. طب يلا فرجنا. اول حاجه نبدا بمباراه المقاولين العرب. الاهلي والمقاولين العرب الماتش ده خلص 3-2 لصالح الاهلي. ايوه تمام. ده اول حاجه الماتش ده كان لينا ضربتين جزاء فيه. دي لمسه يد على مدافع المقاولين العرب. دي اول ضربه جزاء. كان الحكم في المباراه دي محمود ناجي. وحكم الفار كان جهاد جريشه. تمام. دي اول واحده. خش في السوق الحاله الثانيه، دي ضربه جزاء طبعا اعاقه واضحه جدا على حمدي فتحي لم تحتسب. ده برضو في نفس المباراه. حكم المباراه كان مين؟ كان محمود ناجي وحكم الفار جهاد جريشه. نخش في الحاله الثالثه، دي طبعا ضربه جزاء كلنا عارفينها قدام بيراميدز لمحمد شريف عرقله من بقدم احمد سامي. ثلاثة. مين الحكم فيها؟ جهاد جريشه، وحكم الفار كان طارق مجدي. طارق مجدي يعني نركز كده مع الاسماء بتاعت الحكام، طارق مجدي ومحمود دسوقي. تمام. نبص بعد كده على الاهلي وطلائع الجيش. ديت الايه؟ اللي هي الرابعه. محمود البنا الحكم ضربه جزاء طبعا لمسه يد واضحه على مدافع طلائع الجيش، وكل خبراء التحكيم اكدوا ان هي ضربه جزاء. ده واضحه هي مش محتاجه. وحكم الفار وائل فرحان. نخش بعد كده على ضربه الجزاء الخامسه، ضربه جزاء بتاعه ماتش الزمالك رامي ربيعه اللي احنا كلها شفناها بعد المباراه. كان الحكم امين عمر وحكم الفار كان محمود عاشور. اوكي. نخش في اللي بعدها. كده خمسه. كده خمسه، دي السته. الاهلي والبنك الاهلي ضربه جزاء لمحمد مجدي قفشه لمسه يد برضه على المدافع، كان الحكم محمد سلامه وحكم الفار عمرو الشناوي. نخش في السبعه. تمام. ده ماتش الاهلي ووادي دجله، ده خلص 0-0. احمد الغندور كان الحكم، ضربه جزاء طبعا لصالح احمد رمضان بيكهام، وحكم الفار كان حسام عزب. خش في اللي بعدها، دي ضربه الجزاء اللي هي بتاعت دي التامنه لمحمد هاني طبعا في قدام غزل المحله، الماتش ده اللي خسرنا فيه كان محمد معروف الحكم وحكم الفار سيد شعبان. خش في التاسعه، دي الماتش الاخير كانت ضربه جزاء لمروان في مباراه الاهلي والانتاج الحربي الاخيره. طبعا دي كل خبراء التحكيم يعني دي لعبه الراس ديت احتكاك، يقول لك احتكاك عادي احتكاك. طب ما انت لو بره بره منطقه الجزاء هتحسبها فاول. هنا لعيب خرج يعني ايه نزل دم من راسه. وفيها تهور واضح من المدافع مستني عشان تحسب ضرب. 9 ضربات جزاء للنادي الاهلي. هو الاهلي بيتظلم يا جماعه؟ ادي الاهلي هو مش عشان احنا بناخد الدوري، احنا اكتر نادي في الدوري بنتظلم. ايوه تحكيمية. عشان انت حضرتك ساكت وما كناش بنتكلم الفتره اللي فاتت، ولكن يعني فاضل كيل بصراحه. يعني الناس الحقيقه دايما يقعد يقول لك ايه من امبارح، انا بقول لك من اول امبارح الناس ما بتعملش حاجه غير انها تقول لك الاهلي ده جبروت. الاهلي ده يسيبوا لنا حق يا جماعه، نسيب لكم حاجه ازاي؟ انا برضو نقطه ان انا اسيب حاجه دي بالنسبه لي نقطه كريم مش منطقيه، حتى هي غير اخلاقيه. يعني تخيل لو انت لما بنيجي نلعب تنس طاوله مثلا وانت بتقولي لا معلش سيبني، وانا اقول لك بقى ما سيبني يعني سيبني شويه سيب لي شوط والنبي. انا اعتقد كابتن اسلام ده اعتقد نتاج او موروث لسنوات كتيره تم تصدير في وجهه نظري في يعني في الثمانينات والتسعينات فكره يا جماعه زي ما تدي للاهلي ادي للزمالك، زي ما تدي للزمالك ادي للاهلي، نشوف مين عالي. لا انت هنا بتعلم الناس بشكل غير مباشر ان هو ما يجتهدش. ده امر خطر جدا، حتى شفناه في الفتره اللي جه فيها مانويل جوزيه وغير الكوره. يعني جوزيه جه
قال لك مثلا يعني ايه اكبر مشكله عندكم يا جماعه؟ ايه والله يا كابتن مستر جوزيه احنا اكبر مشكله عندنا بنروح شمال افريقيا بنتعب مع الناس دي. جوزيه قال لك خلاص اوكي انت مشكلتك في الحته دي نفسيه اكتر منها فنيات، لانهم اصلا لعيبه شمال افريقيا فعلا ما عندهمش يعني فروقات فرديه عنك كتير، وبالتالي مع وجود بطوله زي دوري ابطال العرب في بدايه الالفينيات مروحنا كتير في بطوله دوري ابطال العرب وفي بطولات افريقيا، خلانا نعتاد ان احنا نلعب الناس دي كتير بدل ما كنا بنلعبهم مره كل 10 سنين، فكنا فعلا بنروح ما يسمى بالعقده المغربيه في الوقت ده. فانا اعتقد بوجهه نظري المشكله في الحته دي جت منين؟ الحته دي جت من حته ان لا زي ما الاهلي بيكسب طب نكسب الفرق الاخرى، وحتى الاهلي الاسماعيلي جه فتره دخل في المنظومه دي وبدا ان نتكلم في حته ايه مثلا زي ما الاهلي ياخد الزمالك ياخد الاسماعيلي ياخد، ده حتى الشعبيه متساويه بين الثلاثه. عارف كده الاسلام ايه الملف اللي جه وقف الناس كلها على الارض؟ ملف الرعايه، ملف الرعايه. لا يا اخي مصر الرعايه دي حاجه ثانيه. لا الرعايه اول حسن بقول لك والله الاهرام لا 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 ملف الرعايه والله بجد هو اول ملف فعلا دخل الرياضه وعرف الناس كلها شعبيا بين الفرق في الشعبيه من كل الفريق. وهنا بقى مين اللي بيفصل؟ الراعي. بدليل نادي الاهلي لما جه قال انا هبيع لوحدي، انا مش هبيع مع الانديه، انا هبيع لوحدي خد ثمن. نادي الزمالك لما لقى نفسه مع بقيه الانديه ما خدش نفس الثمن بتاع النادي الاهلي، هيقول لك ايه؟ انا هبيع لوحدي. اوكي لما راح يبيع لوحده ما قدرش الرعاه قال لهم انا عايز زي ما الاهلي خد، قال له لا مش هقدر ما اقدرش اديك. فهنا بتتكلم في انك بتتكلم في بيزنس، في بيزنس واضح مين اللي بيحدده؟ الراجل بيدفع فلوس. ما انت مش هينفع تقول للراجل بيدفع فلوس والنبي بيدفع لي عشان انت بتحب، لا ده هو الراجل النهارده هياخد من البيزنس بتاعه عشان عايز الفلوس دي، لو هيدفع 10 جنيه ترجع له 100 ترجع 100 جنيه والا هيخسر. فهي دي ده كان اول ملف يحط الناس كلها على الارض. طب احنا النهارده عايزين نعلم الناس ايه؟ لا انا عايز اعلم الناس ما تقومش وتركب اخوك، لا اخوك لازم يشتغل ويجتهد ويتعب ويركز مع القماشه بتاعته هو عشان يبقى كويس. ده اللي اتعلم زي النهارده بنتكلم على الالعاب الفرديه، اتعب واجتهد يا عمر عشان بكره تكسب بطل الصين المصنف رقم 2، لكن احنا مش هنقعد نقول لبطل الصين والنبي سيب لنا الماتش بكره عشان دي اول مره احنا نوصل، لا عشان احنا 100 مليون فعايزين بكره عشان ندعي لعمر كلنا عشان دي اول مره هنوصل. لازم احنا في رسالتنا الاعلاميه نعلم الناس واهو من النادي من قناه الاهلي لكل الانديه في مصر اجتهد. ممكن كابتن طارق العشن جه في يوم في سنة 2006 وراح كان هو مدير فني لحرس الحدود نادي بنفس الاهلي، وراح قال للناس يا جماعه بعد اذنكم انا رايح بكره النادي الاهلي، رايح تعمل ايه يا كابتن طارق؟ تشير لعيب؟ قال لهم لا انا رايح اعمل معايشه مع مستر مانو جوزيه عشان انا عايز اخد اتعلم من اللي هو بيعمله مع فرقه الاهلي. كابتن طارق العشري لما وكل كثيرين من الاعلاميين انتقدوه ازاي وبتاع ده منافس ليك وهو الاخر، الراجل من ساعه ما عمل الحركه دي بدانا ساعتها افتكر كابتن العشري خد نادي حرس الحدود بدا يلعب بيه في افريقيا وبدا وخد بيه كاس مصر وحتى كسب النادي الاهلي في السوبر طبعا المصري في كذا مباراتين، مره بضربات الجزاء ومره 2-0 في الكليه الحربيه، والنادي الاهلي هو ساعتها احنا ما زعلناش، والنادي الاهلي كان هو اللي يعني ايه هو اللي خد الكورس عندنا ليه خد كورس عندنا وكسبنا بعد كده، ما عندناش مشكله خالص. انت بتعلم الناس ودي واحده من واجبات النادي الاهلي كنادي كبير بيعلم الاولاد الصغيرين وبيعلم كل محبين الرياضه يعني ايه رياضه، هو ده المفروض يتقال للناس. مش النهارده النادي الاهلي هو النادي الاهلي كسب التاج الحربي يا كابتن اسلام باي مساعده؟ طب احنا الماتش كان عادي جدا في ايه ايه يعني؟ يا عم ده إيه مساعدات كتيره جدا يعني السؤال ده حتى الجول الجول الثالث ما جاش في الدقيقه 96 ولا 95 ده جه في الدقيقه 93 وشويه ثواني. فالنهارده حتى يعني الكابتن محمد معروف لو كان حسب 4 دقائق وقت بدل ضايع كان الاهلي هيكسب، الجون الثالث جه في الدقيقه 93. فاللي انا عايز اقوله ان احنا عايزين نخرج من فكره اصل هم عاملين يفرحوا كتير، طب ما هم عشان تعبوا ما هم بيفرحوا كتير. وفي حاجه نقطه مهمه جدا، هو على فكره في جزء من الانتصارات دي راجع لربنا سبحانه وتعالى على فكره برضه، يعني احنا ما خدناش هي كل الانتصارات راجعه لربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى برضه بيدي مجتهد طبعا، يعني لازم اجتهد الاول يعني في النهارده فرق ما بين التوكل والتواكل صح، احنا دي حاجه متعلقه. لا والفرق الاساسي يا احمد ان احنا حاجه بسيطه جدا ظهرت في صوره النهارده، صوره انا ما كنتش اعرف، اللي انا كنت عارفه والمعلومه اللي عندي ان حمدي فتحي هينزل بعد مباراه اسوان. خلاص حمدي فتحي النهارده في التمرين
ما دي ده من ضمن الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه يا كريم، ان الناس بتفكر بعقليه مختلفه. صح. انا امبارح بالليل لغايه الساعه 12 ولا 1 بالليل بتجوز، والمفروض ان انا اقضي شهر عسل وان انا اعمل كذا، وانا اجلت كل ده لما بعد نهايه الدوري. ليه؟ عشان انا عندي تفكير مختلف. صح. وعقليه مختلفه. وعلى فكره العقليه دي كمان مستمده من عقليه الجمهور. أيوه. جمهور النادي الاهلي جمهور ما بيشبعش بطولات، يعني تخلص البطوله دي طالبك بالبطوله دي، خلص البطوله دي، وبعدين ده ناس اخدت 2 افريقيا ورا بعض، اتعادلنا ماتش الجمهور زعل وايه على طول، هو عقليه الجمهور كده خلاص، ده جمهور عقليته كده، فبالتالي عقليه الجمهور راحت على اللعيبه طبعا وعلى الاداره وعلى الناس دي كلها، لان عقليه الجمهور مختلفه تماما. تكمله كمان لموضوع ضربات الجزاء، اكتر نادي في الدوري اتحسب له ضربات جزاء النادي المصري 15 ركله جزاء. نادي الزمالك الثاني 14 ركله جزاء، معانا الارقام 14 ركله جزاء نادي الزمالك الثاني. بعد كده سيراميكا كليوباترا النادي الاهلي اتحسب له كام ضربه جزاء بقى؟ 6. واحنا مش محسوب لنا كام؟ 9. لا بس مش معنى كده، مش معنى كده ان انا بقول لك احسب لي. انا معنى كده ان انا بقول لك اديني حقي حكم يعني. طبعا بس لما النادي الاهلي اللي هو بيهاجم كتير يتحسب له 6 ركلات جزاء، رقم قليل برضه يعني. انا دي وجهه نظري يعني، قدامنا الارقام، عشان نادي الزمالك محسوب له 14 ركله جزاء، النادي المصري 15، النادي الاهلي 6، وما اتحسبلوش 9، ما اتحسبلوش 9 ركلات جزاء صحيحه في ظل وجود الفار هذا الموسم. أيوه. وفي 5 اهداف كمان اتلغوا في وجود الفار، يعني الهدف رقم كارثي اكتر من ضربات الجزاء. رقم اهداف 5 اهداف صحيحه ما تحسبوش، ده على فكره رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، واهداف صحيحه، ده يعني ممكن ناس لو حصل لهم كده يطلعوا يعملوا لهم امراض، خلي بالك يقولوا لهم امراض يقول لك انت ضربت الجزاء بتاع ماتش المقاولين، انت بتتكلم انت كسبان الماتش، لا انت في ماتش بيراميدز بتاع الدور الاول جون بوطب بوالي ماتش المحله والبنك الاهلي، وماتش البنك الاهلي الحكم الانجليزي الماتشات كلها خسرتنا نقط، قعد القنوات قال لك انا مش مصدق، انا مش مصدق ان دي ما اتحسبتش، ان الحكم لا ايه مش مصدق ان حكم الملعب لغاها، وان حكم الفار وافقوا معاك الصور. طيب ورينا الصور اللي هي الخمس صور اللي بعد كده قبل الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نحلل يعني. لكن الخمس اهداف اللي هم اتلغوا، اول صوره هدف محمد شريف في شباك، ادي اول هدف، طبعا ده هدف في شباك سيراميكا كليوباترا، كان سجله كهربا، كان الحكم الفار محمود الدسوقي، الهدف احنا كسبناه 2-0. كمل بغض النظر، تمام كمل الصوره اللي بعدها، ده هدف البنك الاهلي اللي كنا لسه بنتكلم عليه، ده برضه هدف اتلغى صحيح، كان حكم الفار عمرو الشناوي والحكم كان محمد سلامه. تمام، تاني مره كابتن عمرو. التالت ده هدف بيراميدز وولتر بواليا، واحد من المهاجمين المكاسب وهنتكلم عليه دلوقتي، جاب جون، وطبعا الحكم طارق مجدي، نسجل دايما طارق مجدي، في حكم الفار هو اللي لغاه. اللي بعدها ده هدف محمد شريف في شباك مصر المقصه، ده الهدف الاخير اللي هو كان في مباراه مصر المقصه الاخيره، كان الحكم الفار برضه كان طارق مجدي والحكم محمود عاشور. تمام، المباراة المقصة الأولى، ده بقى هدف برضه في مباراة المقصة الأولى، كان حكم الفار محمود دسوقي والحكم إبراهيم نور الدين، يعني لو ركزنا في الأسماء هنلاقي إن الفار كان لغى هدفين لينا، محمود دسوقي وطارق مجدي لغى هدفين، اتلغنا 5 أهداف صحيحين في ظل وجود الفار. أوكي. في ظل وجود الفار بيتلغى لك 5 أهداف صح و9 ركلات جزاء ما بتتحسبش في الدوري السنة دي. نجيب له قطة الفار ده عشان ما أصل مش لا بجد، اصل الموضوع بالنسبه لنا بقى لو كابتن طارق مجدي محتاج يذاكر شويه. لا هو اللي انا مستغربه الخط ليه مش بيتعدل عندنا؟ ليه الخط يعني ليه في شك في الخط؟ هو مش اجهزه بتيجي من بره والخط المفروض يبقى مظبوط؟ هنرسم. طب ليه الخط يعني ما يبقى ايه لازمه وجود الفار؟ مساحه الوقت ما بين لو هو الحكم بيقف في الملعب ويقول للعيبه لو سمحت، اصل التسلل انت فاهم هو الحكم فعلا ملوش اي دعوه، هو بيقول له حكم الفار هو بيرسم، هو بيرسم بس المفروض يبقى فيه الجهاز اللي بيظبط الخط منعا للشك. لكن مش معقول يبقى فيه الفار وانت عامل الخط والاهداف تتلغي. لا يعني احنا اتلغلنا 9 ضربات جزاء او اتلغلنا 5 اهداف ولم يحتسب لينا 9 ضربات جزاء. 9 ضربات جزاء ده حقيقي؟ 14 هدف بجد؟ وبعدين يرجع يقول لك ايه اصل احنا الاهلي ده جبروت، هو الاهلي بيتظلم؟ لا دي مش وجهه نظر. اللي احنا اللي اتقال ده دي الورقه دي مش وجهات نظر. امال ايه؟ دي وقائع. ايوه يعني بالصور عشان بس ما حدش يقول دي وجهه نظر. لا ده الصور وعاملين عليها دايره. اه ده احنا الصور وعاملين عليها دايره. عموما هنكمل كلامنا لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ابعتوا لنا على هاشتاج كريم و او ثابت و كريم وثابت مع كريم وثابت مع الشاطر. خلينا نطلع بعد هذا الفاصل، هنرجع نتكلم عن تحليل
كل الصور وكل الفيديوهات خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية إن شاء الله ماذا سيفعل النادي الأهلي بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. انتقل كريم سعيد وأحمد ثابت للجزء الآخر من الاستوديو عشان يتكلموا مع حضراتكم عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. خليني أبدأ معاك يا كريم الأول بهذه المباراة المهمة ووجهة نظرك في هذه المباراة. طبعا عشان نتكلم في مباراة يا كابتن إسلام مش هنقدر ما نتكلمش على مباراة الأهلي والبنك الأهلي. مباراة الأهلي والبنك الأهلي لحد ما النتيجة كانت سلبية وأعتقد ضيعنا يعني انتصار كان في إيدنا بالفعل. وفي وجهة نظري هي مباراة مشابهة لمباراة الجونة. مباراة الجونة ومباراة البنك الأهلي نفس اللعبة بالظبط. نفس الستايل نفس الأسلوب نفس السيناريو نفس كل حاجة. بس ربما في وجهة نظري يعني الخطأ الوحيد اللي ربما كنا احنا يعني وقعنا فيه في نهاية المباراة هو تحويل خطة اللعب ل 4-3-2-1 عشان نأمن خط الوسط. في ماتش الجونة رمضان بيكهام نزل ارتكاز ثالث وسحبنا جناح، وفي ماتش البنك الاهلي برضو نزل اليو ديانج مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه كارتكاز ثالث وسحبنا جناح. هو ربما اشوف وجهه نظري في نوعيه الماتشات دي هي اللي بتخلي المنافس يبدا يهاجم من على الاطراف. ماتش الجونه قدروا ياخدوا فاول حولوه لهدف محمد نجيب، وفي ماتش البنك الاهلي عاصم صلاح قدر يعمل الكروس. ماتش الانتاج الحربي بقى في وجهه نظري بيتسو موسيماني فعلا يعني ابدع وعمل حاجه ممتازه جدا 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 جدا. قدر ان هو يحول فيها تاخر النادي الاهلي ب 2-1 لمكسب ل 3-2 في نهايه المباراه يا كابتن ستاين. بيتسو موسيماني ببساطه عمل ايه عشان برضو يبقى الساده المشاهدين معانا شايفين الامور التكتيكيه والفنيه بشكل قريب. احنا بنلعب بال 4-2-3-1 بدايه المباراه وما عندناش اي مشكله بصراحه. انتاج الحربي مع بدايه الشوط الثاني يا احمد نديهم تحيه بصراحه للكابتن احمد كشري واللعيبه كلهم بصراحه مستوى بدري عملوا مباراه ممتازه وقدروا يعملوا يرجعوا في النتيجه من 1-0 ل 2-1. وهنا خلاص هو عايز بقى يحافظ لا اما ياخد نقطه لا اما لو يقدر يحافظ يخطف الانتصار. بيتسو موسيماني بدا يخاطر في تغييراته وعمل واحده من احلى من احلى التغييرات اللي ممكن نشوفها. هو الراجل ببساطه رايح اذا افترضنا يعني ان اليو ديانج ده شال هو بدري بانون خالص من الملعب وحط اليو ديانج مساك ونزل طبعا ياسر ابراهيم مكان ايمن اشرف وراح عمل تركية حلوه قوي قوي ما بين علي معلول ومحمود وحيد. اذا افترضنا يعني ان الكوره اللي معانا دي هي محمود وحيد خلاه هو على الطرف وخلى علي معلول داخل لجوه بشويه وينج مش وينج على الطرف وساب محمود وحيد هو اللي واخد اللاين ودخل علي معلول سنه لجوه وخلى عمرو السوليه لوحده في نص الملعب وخلى مجدي قفشه في مركزه كبلاي ميكر وحط ثلاثي في الامام ما بين مروان محسن وولتر بواليا ومحمد شريف. طيب ايه الفكره ببساطه؟ هو عارف تماما ان انا النهارده مزنوق في الوقت وعايز اجيب جونين لان انا النهارده حتى التعادل ما يفيدنيش. طب اعمل ايه؟ هلعب على الكرات العرضية، معايا مروان محسن ومعايا وولتر بواليا ومعايا محمد شريف، التلاتة هحطهم داخل منطقة الجزاء. طيب محمود وحيد لو انا طلبت منه انه يطير اذا افترضنا يعني ان الكورة دي معايا دي محمود وحيد، اذا افترضت محمود وحيد هيفضل طايم من على الطرف، طيب ما الانتاج الحربي هيبدأ يقفله من على الطرف ويعمل له بلوك ويوقف عليه واحد واثنين وثلاثة ويمنع الكرات العرضية تتلعب. يبقى لازم انوع ما بين اثنين، محمود وحيد وعلي معلول. بس علي معلول لما يلعب الكروس ما يلعبوش من على الطرف، يلعبوا من داخل الملعب عشان النهارده يبقى الكروس بتاع علي معلول ده مفاجئ لمين؟ لحارس المرمى وللمدافعين. هو ده اللي نجح فيه بالظبط، لان حارس المرمى كابتن سامح طبعا حركه يعني ادرى عارفين لما بيجي له كروس من داخل الملعب الكره بتلف بشكل هيمنعه انه يقدر يطلع يمسكها، لكن لو الكروس ملعوب من هنا على الطرف من هنا اهو هي سهله. ليه؟ انا باخد الخطوه بتاعتي وبطلع امسك الكوره، لكن لو ملعوبه من داخل الملعب لو انا خرجت ممكن ما الحقش الكوره، وبالفعل ده اللي حصل في كوره وولتر بواليا. اضيف على كلام كريم برضو ان هو علي معلول في المباراه اللي هي بتاعت البنك الاهلي كان واضح ان هو في نهايه الشوط الثاني مجهد بدنيا، كان واضح جدا، فهو
بيتسو موسيماني حب ان هو يخلي علي معلول في الجنب الهجومي بس يريحه، يقول له ما تقومش بواجب دفاعي وخليك انت قدام الدين العرضيات. ايوه ده كان برضو سر من اسرار التغييره دي. طبعا هو حول طريقه اللعب زي ما كريم قال ليه 4-1-3-2. طبعا لو افترضنا ان ده بواليا مثلا اهو، هي الطريقه بقت كده بالظبط 4-1-3-2. لو جبنا صوره التشكيله هات اللي هي التشكيله اللي هي 4-1-3-2 اللي هي كانت في اخر ربع ساعه ازاي كانوا النادي الاهلي بيلعب. طبعا أيوة. هو يحسب لموسيماني تغييراته في المباراه دي بسم الله ما شاء الله موفقه كلها الخمسه. اولا تغييره حسين الشحات مكان اجايه، ليه اجايه ما كانش موفق؟ نزل حسين الشحات اللي لازم نقول له شابوه على الاداء اللي بيأديه في الفتره الاخيره وتحيه كبيره جدا لحسين الشحات. التغييره الثانيه كانت خروج محمد هاني اللي هو الباك رايت اللي كان برضو يعتبر لحد ما كان غير موفق في المباراه، ودفع بيه الاول دفع بولتر بواليا كمهاجم، ونزل الاول نزل محمد شريف كمهاجم ثاني، وبعد كده نزل وولتر بواليا مكان كهربا. وتوظيفه لولتر بواليا ادي قدامنا على الشاشه، هو بولتر بواليا كان بيلعب رايت انسايد فورورد جناح ناحيه اليمين بيتحول كمهاجم ثاني، والكره معانا بيبقى فيه 3 راس حربه قدام بواليا ومروان ومحمد شريف. يعني اول ما الكوره مثلا زي كره الهدف لو استعرضنا الهدف اللي معانا او اي حاله من الحالات اللي معانا، هات الحالات كمل زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه 4-1-3-2، محمد مجدي قفشه في العمق، بواليا ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ومحمد شريف ومروان بواليا بيضم معاهم كمهاجم ثالث لما الكوره بتيجي مع علي معلول وعمرو السوليه. في حته بس نقطه، ان احنا عمليه ان انت بتهاجم بدي دي عمليه ريسك كبيره جدا طبعاً. وده الفرق ما بين موسيماني في افريقيا وموسيماني في الدوري. ايه؟ ان موسيماني في الدوري بياخد الريسك كبير جدا يعني بيهاجم بشراسه، دايما الاطراف طايره، دايما محمد هاني طاير، دايما علي معلول طاير، عكس افريقيا. افريقيا بيبقى لا بيبقى في حذر كبير جدا، عشان كده بياخد ريسك كبير جدا. لو جبنا اول حاله معانا هنشوف، هات الصور اللي هي بتاعت الحالات، هنلاقي دي مثلا الفيديو. طبعا ده ديانج الدبابه بسم الله ما شاء الله العداء بيلعبها المعلول. بص بواليا كان فين؟ كان جناح اهو، راح فين؟ راح مهاجم تاني. هي الفكره ان هو ده اسمه رايت انسايد فورورد، يعني جناح بيتحول لمهاجم، لكن هو على طريقه اللعب 4-1-3-2. بص بتحرك بواليا فين؟ هو كان جاي غير مراقب، هو اصلا هم اتنين فراوده وبواليا جاي من ورا اتحول لمهاجم تالت. فهنا لعبه بيتسو موسيماني في اخر ربع ساعه، ان طبعا اهو اليو ديانج رجع مساك قدامنا على الشاشه جنب ياسر ابراهيم. اوعى وحيد، اوعى وحيد، ده عداء بسم الله ما شاء الله عليه اليو ديانج، بسم ربنا يحميه. يعني لعبها ليه علي معلول، بص بواليا فين؟ وقف بص بواليا فين؟ جناح اهو هيتحول لمهاجم، ده اللي احنا بنتكلم فيه، هيتحول لايه؟ لمهاجم ثالث مع محمد شريف ومع مروان اللي هم الاثنين اللي قدام، والظاهرين طايرين حسين الشحات ومحمود وحيد. كمل أيوه. اهو علي معلول بيعمل الاوفر، بص بقى تحرك بواليا ما بين في الهاف سبيس ما بين المساك وما بين الباك، ده الجون كله. وبواليا ممكن الجون ده يفكرنا بفلافيو، هل بواليا هيكرر تجربه فلافيو؟ هل بواليا ده السؤال يعني. نتمنى ان ده جون حلو، فلافيو جاب جون وحش ده جون كمان ايه؟ ده بيفكرنا بهدف جيرالدو في مباراه ده جون عالمي. جون عالمي. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نشرك الناس معانا. كريم امين بيقول متخيلين حضراتكم دي احصائيه لوحدها كفيله انها تخليك تحسم بطوله دوري بدري، ومش بس كده تقدر تحقق لقب هداف البطوله واقوى هجوم، ده في على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. ايضا خالد يوسف بيقول تحياتي للكابتن اسلام، فضلك يا كابتن اسلام التركيز على 9 ضربات جزاء وكذلك الخمس اهداف ضروري ياخدوا مساحه كبيره حتى لو كل يوم، مع تحياتي نعملها كل يوم. حاضر هاني. هاني بيقول لماذا يستغل الاهلي شعبيته الجارفه وياخذ اعلام مباراه، ربنا يسهل ان شاء الله. برضو ناجي بيقول سؤال كابتن اسلام، يا ترى في صناع العاب مع المنتخب الاولمبي ورايك فيهم هل يمكنهم صنع الفارق في حاله تغيير الطريقه؟ احنا هنتكلم اكتر عن المنتخب الاولمبي في العشر دقائق الاخيره. زيزو ما سبب من وجهه نظركم في تراجع الاداء في الاولمبيات حتى الان ما يقرب من 30 مصري ومصريه خسروا؟ اتكلمنا في هذا الموضوع. احمد رضا كابتن اسلام عليكم السلام، منور يا كابتن ثابت انت وكريم، اضربوا تمام احنا شغالين بما نراه يتناسب مع سياسه النادي الاهلي. ميدو متعب بيقول لك الاهلي ما دفعش اشتراك الفار، والله على رايك يا ميدو. خالد بيقول بسرعه مسؤولين لان كان لازم الكلام في 9 ضربات جزاء والخمس اهداف والتركيز عليهم عشان
نخرس اي واحد يقدر يتكلم ان هو عنده مظلوم او كذا او كذا او كذا. طيب كمل يا احمد لان لسه هناخد بعض نكمل الاسئله نكمل الحلقات معانا. ابعتوا لنا يا جماعه كل ما يخص الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها سواء لكريم سعيد او احمد ثابت. هسال كريم في اخر 10 دقايق. دي الطريقه اللي كان كريم بيتكلم عليها. اتفضل. ده عمرو السوليه كان ارتكاز وحيد 4-1. ادي قفشه اللي هو البلاي ميكر قدامنا اهو في العمق، وعلى يمينه بص اللي فاتح مين؟ حسين الشحات، وادي محمود وحيد اهو الظاهرين طايرين، وعلي معلول جناح يعني يعتبر جناح ضامم لجوه. أيوه. وبواليا هو اللي جناح بيتحول لمهاجم ثالث مع مروان ومع محمد شريف. ده فكر موسيماني في اخر ربع ساعه قدر ان هو بسم الله ما شاء الله يعني ربنا وفقه فيها، وقدرنا ان احنا نعمل كومباك هايل. كمل الصوره اللي بعدها. دي طبعا صوره كابتن سيد في النتيجه كانت 2-1. دي حاله من الحالات برضه. هو لا ده معانا فيديو برضه. هو كان كابتن سيد راح قال للعيبه، شاف ان اللعيبه بتعمل تمريره طوليه، فهنا يعني دي ان ايه الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ ده بيقول لهم يا جماعه العبوا على الارض، العبوا كورتكم لسه في وقت. كان لسه بدري. في كوره اعتقد في دي حوالي 64 وايمن اشرف لعب كره طوليه وراح قال لهم العبوا على الارض. دي حاجه برضه بتدل على شخصيه كابتن سيد بصراحه. دي بقى الحاجة السلبية اللي أنا بتكلم فيها، أو النقطة الوحيدة اللي في النادي الأهلي، إن إحنا في مباراة الدوري بناخد ريسك كبير جدا. بص أنت بتهاجم بكام لعيب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبة. فهنا ده على فكرة هدف الإنتاج الحربي الثاني. ده الهدف الثاني. أنت بتهاجم بتمن لعيبة. بس هنا يا أحمد خلي بالك كانت نتيجة 1-1. طبعا. دي كانت مبررة لأن اللعيبة خلي بالك بعد 1-1 بدأوا يحصل نوع من البانيك. بس حصلت. بسبب التعادل بتاع البنك الأهلي. حصلت في مباراة البنك الأهلي. نفس الفكرة إن إحنا برضو إحنا عندنا أنت دلوقتي عندك تراجع بدني بسبب ضغط المباريات. فأنت عندك هنا حل الموضوع ده إيه؟ يا إما تعمل ضغط عكسي تستخلص الكرة بسرعة. توقف الهجمة. يا إما تعمل فاول تكتيكي. طبعا. يا إما تعمل فاول تكتيكي. ده يا إما واحد من الظاهرين اللي هو هاني أو محمود وحيد اللي هو علي معلول يضم لجوه عشان يبقى ارتكاز معاهم. ده حلها. لكن أنت دلوقتي هو لما دخل هنا عدى من السلية. طبعا السلية مجهد. عمل التمرير الريسكي في ظهر مين؟ بدري بنون. ده هدف الانتاج الحربي. حتى لو جبناه كان بدري كمان. هو اللي لازم تعرف يا كابتن اسلام ان المهاجم هو بيجري بوشه والمدافع بيقابل طبيعي السرعه هتبقى يعني طبعا. المهاجم عنده ميزه. ده مش عيب في بدري بنون. بالظبط. انت الفكره بدري بنون بس انا الحقيقه برضو معلش مع احترامي لانه انا كنت شايف ان بدري بنون بعد رحله المغرب لازم يريح. طبعا انت عندك ياسر ابراهيم. صح. طبعا صح. ياسر ابراهيم لازم ياخد فرصه في الماتشات الجايه بصراحه. اكمل بس النقطه دي لانها مهمه جدا. انا بالنسبه لي طبعا مش زي المدير الفني. انا مش شايف، انا شايف من بره. صح. المدير الفني هو اللي شايف، هو الاقرب، هو اختياراته اللي صحيحه دائما. ولكن انا وجهه نظري ان كان بدر بنون جاي من المغرب ومسافر وخد اليومين اجازه في المغرب وجاي على التمرين، كان وجهه نظري ان هو يريح، خصوصا ان انت محتاج ان انت تلعب ياسر ابراهيم، محتاج ان انت تلعب رامي ربيعه، عندك سعد سمير، عندك هذا الثلاثي محتاج ان انت تلعبه خلال الفتره الجايه. فدي النقطه اللي هي جا منها الهدفين، يعني في مباراه البنك الاهلي وفي الانتاج ان انت ضغط بكل اللعيبه دي، وبالتالي تلعب التمريره في ظهرك. فهنا لازم اللعيبه طبعا تكون نوعا ما، يا اما نعمل فاول تكتيكي في وسط الملعب يضيع الهجمه المرتده بتاعتهم. أيوة. خاصه كمان ان احنا في دوري بنلعب بريسك اكبر من بطوله افريقيا. تمام. نكمل بقى كمل الاهداف الحالات. طبعا معانا حسين الشحات. حسين الشحات واحد من الناس اللي لازم يديها حقها. هو يعتبر الناس كانت بتنتقده، ولكن هو ثالث اكتر لاعب. يعني بص حسين الشحات في الفيديوهات بتاعته هو ثالث اكتر. لا دي ده الحاله اللي هو بياكل. ده حلوه بس ده مجدي قفشه اللي عمله. ده اللي هو ثلاث مهاجمين. في الفيديو ده بياكد برضو ان هي طريقه تغيير الطريقه. هات بس ارقام حسين الشحات، يعني جهز لنا ارقام حسين الشحات. هتلاقي ان حسين الشحات ثالث اكتر لاعب مساهمه في اهداف مع النادي الاهلي. يعني الاول محمد شريف، الثاني علي معلول. علي معلول وصل لتسعه اسيست. ادي ارقام حسين الشحات قدامنا على الشاشه. جايب كام جون حسين الشحات في 19 مشاركه اساسي؟ 7 اهداف. طب الاكسبكتد جول الاهداف المتوقعه بتاعته 4.2. بص الفينش بتاعه، يعني هو المفروض يجيب 4.2 هدف، يعني 4 اهداف جايب 7. ده دليل ان الفينش بتاعه كويس جدا. صانع كام جون؟ 5. يعني حسين الشحات مساهم في كام هدف؟ 12 هدف للنادي الاهلي في الدوري. أيوه. اكتر جناح مساهم في النادي الاهلي في اهدافه حسين الشحات. ايوه. ثالث اكتر لاعب صانع فرص في النادي الاهلي. طبعا الاول قفشه. قفشه صانع 52 فرصه، الاكثر في الدوري. الثاني علي معلول، والثالث حسين الشحات. التمريرات بتاعته 677 صحيح من 842. ايوه. والتمريرات البينيه 22 صحيحه. واخر حاجه المراوغات بتاعته 36 مراوغه ناجحه من 57.
بصراحه حسين الشحات يستحق يعني يتحيي على ارقامه علي معلول. لا واضافه كمان ان حته الجزء الدفاعي للجناح مهم جدا في الاسلام. طبعا بنحاسب الجناح ما بنحاسبوش بس على ولعب باك يمين يعني حتى ايفن قبل ما يلعب او قبل ما يحط عدد الاهداف او يعمل اسيستات للاهداف حسين الشحات دوره الدفاعي مع الفول باك اللي وراه من بدايه الدوري واحد من افضل الاجنحه الدفاعيه في النادي الاهلي ولما بيغيب بنحس بالفرق في حده مساعده الجناح الهجومي بالفول باك وبرده اعتقد حسين الشحات مع اكرم توفيق عملوا الاثنين لحد ما ثنائي جيد جدا في الجبهه دي يشبه الثنائيه اللي كان عاملها علي معلول مع اجاييه لما كان اجاييه لحد ما فات اكتر من الوقت الحالي. صح علي معلول طبعا طيب. علي معلول يعني بنتكلم واحد من ابرز صناع الاهداف صناع الهجمات ومفسدي كمان هجمات للخصوم بنتكلم على 15 مشاركه اربع اهداف الفول باك يا احمد ده رقم مش قليل مطلوب منه مثلا 4.8 هدف بس هو جاب منهم اربعه ده شيء جيد ده الرقم المهم عندي بقى صناعه الاهداف 8 وصناعه الفرص 28 وحاجه مهمه بقى الشخصيه يعني انا دلوقتي بقول للناس رقم اللي هو صناعه الاهداف 8 لكن خلي بالك الشخصيه بتاعته في 9 اسيست الشخصيه بتاعته في ماتش الانتاج الحربي في هذا الضغط في هذا الوقت يعني اتضايق جدا ان انا اعمل كروس بهذا الاتقان في الدقيقه 93 ويجي منها هدف الانتصار ده امر ربما الاحصائيات ما تبينوش لازم احنا نحلله بنتكلم برضو على صناعه الفرص 28 عامل 1241 تمريره منهم 991 تمريره صحيحه بنسبه 80% دي نسبه عاليه جدا عرضيات 86 كره عرضيه منهم 30 رقم جيد مراوغات 26 منهم 20 صحيح رقم جيد استخلاص الكره من ملعب الخصم عملها 23 مره نجح من 87 ده برضو رقم بيبين لنا قد ايه الجبهه اليسرى في امان مع علي معلول. بالمناسبه واحنا بنتكلم عن الجبهه اليسرى ناجي بيقول لك تغييرة مستر بيتسو موسيماني محمود وحيد وعلي معلول مع بعض في الملعب وتغييرة مانويل جوزيه سيد معوض ووجود جيلبرتو في الملعب في ماتش الاسماعيلي هل تتشابه؟ ممكن بس هي الفكره ان حضرتك طبعا فاكر جيلبرتو كان بيعمل الدورين كان بيلعب وينج كان بيلعب فول باك وكان بيلعب خط وسط اصلا جيلبرتو اصلا مع انجولا كان لاعب خط وسط داخل ما كانش فول باك فمستر مانويل كان بيستخدم سيد معوض هو اللي يحطه على الخط وكان بيدخل شويه جيلبرتو داخل الملعب وهي دي فكره احلى واحده عملها بصراحه موسيماني من ساعه ما مسك الاهلي لما دخل علي معلول لداخل الملعب دي كانت تغييره رائعه يستحق بصراحه الاشاده عليها. طيب قبل برضو ما نطلع بريك اخير عايز برضو حد بيسال طه بيسال كابتن اسلام ايه سبب تكرار الانفراد من الكره البينيه اللي اتكررت في ماتش بيراميدز والانتاج ووادي وقد ما حصل تاني احنا شرحناه دلوقتي قلنا ان هم النادي الاهلي في الدوري مختلف شويه ان احنا بناخد الريسك انت بتهاجم بثمان لعيبه في افريقيا الظاهرين واحد فيهم بيبقى واقف ورا وواحد فيهم بيتقدم ايوه يعني مثلا تلاقي اكرم واقف ورا علي معلول بيتقدم لكن في الدوري بتلاقي الاثنين طايرين موسيماني نوعا ما بيبقى عنده الثقه اكتر في فرقته ان هي ان شاء الله هتكسب فبيبقى واخد الريسك اكتر فده حله ان انت تعمل ضغط عكسي او تعمل فاول تكتيكي. طيب هنكمل كلامنا وهنتكلم اكتر بقى في العشر دقايق الاخيره عن المنتخب الاولمبي وكيف يستطيع ان يفوز منتخبنا الاولمبي غدا ان شاء الله في مباراه امام استراليا بس بعد هذا الفاصل ونرجع مره ثانيه لكريم واحمد سيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خبر حالا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي الاسباني اوجاستي مديرا فنيا لسله النادي الاهلي رجال. أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي أن اختياره وقع على الأسباني أوجاستي بوش لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة رجال في الموسم الجديد. أضاف أنه أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الاختيار لاعتماده وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الأسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به وتوفير كل الاحتياجات الفريق خلال الفترة القادمة. إذن أوجاستي بوش مديرا فنيا لسلة النادي الاهلي رجال. تعليقك يا كريم لو عندك اي تعليق احنا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم على فكره تقسيم البطولات وتقسيم المباريات وان لو انت النهارده كسبت والنبي سيب لي واحده بكره وهكذا ده كان احد الامور المطلوبه في موضوع أوجاستي من حوالي اعتقد حوالي أوجاستي بس خلينا نقول للناس ان أوجاستي ده كان المدير الفني السابق
لنادي الزمالك وعقده انتهى. عقده انتهى ورجع اسبانيا وبعد كده نعم. تفاوض النادي الاهلي مع بالظبط. وكان في بعض الانباء اللي قالت النادي الاهلي بيتفاوض مع اوجستي بعد ما هو فسخ عقده مع نادي الزمالك. يعني احد المطالبات في احد القنوات الرياضيه تم مطالبه الكابتن محمود الخطيب برجاء لو سمحت يا كابتن الخطيب ما تتفاوضوش مع اوجستي عشان ده ربما يخلي الاجواء مش لطيفه في السوق. السؤال هنا. حصل مع نادي الاهلي السؤال هنا لما رمضان صبحي عقده انتهى مع النادي الاهلي وماطل في التوقيع على عقده للنادي الاهلي اللي رجعه يشارك في الكوره بعد ما كان قاعد احتياطي في انجلترا ورجعه منتخب مصر ورجعه منتخب الاولمبي وهو رفض وكلنا قلنا رمضان حر احنا في عصر احتراف هو حر يمضي للاهلي يمضي للزمالك يمضي للبيراميدز يا كريم كان ان هو يروح النادي بيراميدز هو بالتالي ما عندناش مشكله بس هو فضل فتره ما بيماطل هو ما كانش واضح من الاول هو فضل فتره يماطل ومفيش مشكله حقه على فكره يعني احترافيا انا بقول ما عندوش مشكله هل في يا كابتن اسلام اي وسيله اعلاميه طلعت قالت لو سمحتوا يا جماعه بتوع بيراميدز ما تاخدوش رمضان صبحي ناشئ الاهلي واللي الاهلي صرف عليه في سنتين اعاره ما يقرب من 30 او 40 مليون جنيه عشان ده هنا هنعمل مشكله في الاجواء هل ده حصل؟ لا ما حصلش يبقى انت هنا عايز تطبق الاحتراف على النادي الاهلي ولما يجي النادي الاهلي يستغل حقه في نفس السوق انت بتيجي تقول له لا 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 لو سمحت ما تتعاقدش مع جوزتي عشان انت كده ممكن تخلي الاجواء ملبده بالغيوم طب ممكن ازيدك من الشارع اتفضل طب لو رمضان صبحي راح الزمالك ما يروح هو حر ايوه لا ربنا يوفقه يعني حد طبعا يروح ربنا يوفقه خلاص لكن انا بكلم في نقطه ثانيه خالص طب حد هيطلع يقول والنبي يا جماعه ما تودوش عشان لا مستحيل طبعا اشمعنى دي صحيح اللي هيتكلم ما هي دي اللي بقولك عليها دي هي دي الفكره اللي لازم تتشال من حتتين تتشال من السوق المصري الفكر وتتشال من الاعلام المصري ما ينفعش النهارده تتعامل بصيغه انت واحده وانا واحده عارف عادل امام في الفيلم لما قال انت باكو وانا باكو ما فيش الكلام ده انت النهارده اشتغل تاخد في عقد انت بتلتزم بيه عقلك انتهى ما دام يبقى الشخص عقده انتهى فهو متاح للجميع ومبروك على منظومه كره السله بالنادي الاهلي هذا الموديل الفني تمام ابو حميد هنتكلم عن المنتخب الاولمبي بكره هنتكلم بقى عن اللي هيحصل بكره مع المنتخب الاولمبي التشكيل طبعا هو اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب برضه عشان الناس تكون فاهمه طريقه اللعب 5 4 1 في الحاله الدفاعيه اكرم عمار طبعا بيرجع جنب اكرم توفيق في الحاله الدفاعيه عشان تبقى 5 4 1 ورمضان بيضم في وسط ملعبنا كده وصلاح محسن اهو واحمد ياسر ريان بتبقى دي طريقه اللعب 5 4 1 الطريقه دي دفاعيا كويسه جدا قافل الخطوط الثلاثه بتاعتنا متقاربه نجحت قدام اسبانيا ولكن المشكله في عمليه التحول ان صلاح محسن مهم جدا ان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو لو انت هتلعب بالطريقه دي بكره يبقى افضل ان صلاح محسن هو اللي يكون المهاجم أي. ليه عشان هو اللي يعني لو جبت الصور هات الصور كده هتلاقي اول صوره معانا شوف ازاي صلاح محسن بيصنع الفرصه لما تحول لمهاجم ومع رمضان صبحي تحديدا لكن انا بشوف ادي اول صوره معانا اهي بص يا كابتن اسلام صلاح محسن بيلعبها ليه رمضان صبحي بص صلاح محسن فين في مكان المهاجم في العمق هو اللي بيعمل ده الانفراد اللي راح بيه هات الصوره اللي بعدها هتلاقي رمضان راح بقى انفراد مين اللي عاملها له من الاول صلاح محسن لما دخل للعمق هو اللي عنده حته يعمل لك حته العمق الهجومي الغايبه احنا منتخبنا عقيم هجوميا ايوه العمق الهجومي ده هيرجعه لما يرجع له لو انت هتلعب بيه يعني صلاح محسن قدام لو هتلعب بالخمسه 4 1 يبقى صلاح محسن افضل مش تقليل من احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان مهاجم كويس جدا أيوة. ومهاجم ممتاز في ضربات الراس هداف الدوري حاليا ولكن هو احمد ياسر ريان لو هلعب كره هجوميه هلعب هيبقى عندي صانع العاب هلعب وينجين اقدر اشغله لكن انا محتاج اللي يشغلني اللي هو صلاح محسن بص الصوره اللي بعدها برده دي لعبها ليه الصوره اللي بعدها هتلاقي هو ده بص حضرتك راح فين راح في العمق في حته اللي انت كنت بتتكلم عليها اللي هي الالتحامات الهوائيه اهي برده كريم العراقي قاطع اهو من ورا اهو في نهايه الصوره كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي كريم العراقي قطع اهو وصلاح محسن اللي لعبها له يعني الفرصتين الخطيرين قدام الارجنتين في الشوط الاول كان اللي عاملهم صلاح محسن لما دخل للعمق تمام كمل ده الشكل اللي انت تتمنى ان هو يلعب اتمنى ان هو يفكر في فكره صلاح محسن لازم يبقى مهاجم في لو هلعب ب 5 4 1 لكن لو هتلعب ب 4 2 3 1 وهتاخد الريسك وده الافضل ان انا العب 4 2 3 1 انا عندي اثنين مساكين خبره احسن اثنين مساكين حاليا يعني في المنتخب الاول هم اللي بيلعبوا حجازي والونش يعني انا مش محتاج ان انا العب بثلاثه وخاصه ان استراليا عندها غيابات
ده طبعا كرة كان غير فيها موفق، دي كان لو كان الفينش موجود كنا نقدر نسجل. لازم بكرة استغلال أنصاف الفرص مهمة جدا في المباريات دي. كمل الصورة اللي بعدها، جاري الصور برضو في صورة، دي الخريطة الحرارية بتاعت أكرم توفيق. بسم الله ما شاء الله، الخريطة الحرارية بتاعت أكرم توفيق يعني واحد من أهم اللعيبة، هو يعتبر أفضل ثلاث لعيبة. كمل الصورة، في صورة معنا أفضل ثلاث لعيبة في المنتخب مصر. الأول كان أعلى تقييم أحمد حجازي، رقم 2 كان الونش، رقم 3 أكرم توفيق، ومحمد الشناوي كانوا يعني الثلاثة الكبار من ضمن أفضل أربعة ومعهم أكرم توفيق. ده طبقا للأرقام. اتفضل يا كريم. طيب أخي، أعتقد هو مش هضيف على كلام أحمد كتير يا كابتن إسلام. أنا ما زلت مؤمن هو بكرة الخمسة ما تنفعناش، بكرة يلعب بالأربعة دي 3-1 واستغنى عن احمد سريان وحط لعيب يعني اسرع، ويحاول انت دايما تاخد المبادره الهجوميه، حتى زي ما حضرتك تفضلت وقلت حتى نقدر نسجل هدف، لان فعلا اذا لا قدر الله فنشنا الاولمبياد من غير ما نحرز ولا هدف هيبقى شكلها مش شكل سيء. الحقيقه انتوا جاي لكم اسئله كتيره وناس عماله تسال في كل اسئله الحقيقه، لكن مع الحقيقه وقتنا انتهى، فخلينا يعني الاول ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره في مباراتنا امام منتخب استراليا ونقدر نعمل حاجه، سواء حتى عمر عصر ان شاء الله بكره نطمن عليه ويقدر يعمل حاجه كويسه امام رقم 2 على العالم، ونشوف ايه اللي هيحصل في كل البعثه الاولمبيه. ان شاء الله بكره بالليل تبقى يوم كويس لينا كلنا ان شاء الله. انا بشكركم جدا كريم على وجودك معانا، بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره عندي حلقه هامه جدا، هيكون معايا احد اهم نجوم اللي لعبوا في ناحيه الشمال، وذكر اسمه الحقيقه النهارده في الهاشتاج اللي حضراتكم او الاسئله اللي حضراتكم بعتوها. كابتن سيد معوض هيكون ضيفي غدا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير الساعه 10 بالليل، هيكون الكابتن سيد معوض ضيف البيت الكبير. انتظرونا غدا وحلقه جديده ان شاء الله من البيت الكبير، كابتن سيد معوض. شكرا، اشوفكم على خير.